السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني التواجد معكم في اليوم الثالث والأخير لهذا الحدث الهام والمتميز، حيث يعتبر المؤتمر الافتراضي الخليجي الثاني لدعم منظومة الابتكار والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال، هو أحد المبادرات الخليجية للدكتور هنادي المباركي، والتي تعمل على دعم التنويع الاقتصادي في المجتمعات الخليجية ورفع المؤشرات القياسية للدول الخليجية مثل مؤشر الابتكار وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا. وجدير بالذكر أن الدكتورة هنادي المباركي هي رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة إيكو سيستم للاستشارات الإدارية، وقد انطلق منذ أول أمس المؤتمر والورش الموازية للمؤتمر الافتراضي الخليجي الثاني خلال الفترة من 6 إلى 8 إبريل 2021 من الساعة 4 مساء إلى 6 مساء على منصة زوم، بعدد 4 محاضرات يوميا خلال فترة المؤتمر بما يعادل نصف ساعة لكل محاضرة. ويشارك معنا في فعاليات هذه الورش الموازية للمؤتمر على مدار 3 أيام نخبة من استشاريين ومتخصصين وخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي. ويشرفنا أن يكون معنا في محاضرات اليوم الثالث والأخير من دولة الكويت الدكتور حسام عرمان، باحث منتسب بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. ويشرفنا أن يكون معنا من دولة الكويت أيضا الدكتور سام تولو، أستاذ التسويق وريادة الأعمال الكلية الأسترالية في الكويت. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. وأيضا يشرفنا أن يكون معنا من دولة الكويت دكتورة مشاعل الياقوت، المؤسس والرئيس التنفيذي إدارة مايكو الطبية. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. ويشرفنا أن يكون معنا أيضا من دولة الإمارات مهندس وليد يحيى الحامدي، مدير برامج الابتكار مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء الأكاديمي المتميز. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا باشمهندس. بس أحب أن أنوه القناة الثانية وقناة إيكو سيستم للاستشارات الإدارية، وسيتم إضافة رابط المحاضرات على الشاشة. تمام، والآن نبدأ فعاليات المحاضرات الموازية من دولة الكويت. معنا الدكتور حسام عرمان، باحث منتسب بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. اتفضل يا دكتور، مع حضرتك 30 دقيقة. شكرا، السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا يا دكتورة إيناس والحضور الكريم. راح أعمل شير الآن إن شاء الله. أنا زي ما صار الاتفاق، هو يعني البرزنتيشن العرض باللغة الإنجليزية، بس راح أتكلم باللغة العربية. ولو بعرف يعني زي ما قلت قبل شوي كان ممكن حضرنا كله بالعربي، بس يعني لعله خير ما في مشكلة، فراح أتكلم باللغة العربية إن شاء الله بناء على طلبكم. المحاضرة تبعتي يعني بسيطة، مش راح أخذ يعني وقت طويل. عنوانتها The Need for Kuwait to Innovate، الحاجة الماسة للكويت للابتكار. ويعني مش بس ممكن نشيل كلمة الكويت وممكن نحط أي دولة تانية، خصوصا resource rich countries، الدول اللي هي زي دول الخليج التي تعتمد لفترة طويلة على النفط. فلا شك انه المستقبل يتطلب انه يصير في اهتمام في موضوع الابتكار، مش يعني كرفاه وكيعني خلينا نقول برستيج، او انه يعني لا، اتس نيسيسيتي، وهي جزئيه مهمه جدا. يعني في الاقتصاديات الدول دراسات متعدده من بدايه سولو ل مؤخرا قبل سنتين برضو صار دراسات كتير كلها بينت أهمية الابتكار في السستينابل ايكونومي جروث، اللي هي النمو الاقتصادي المستدام، يعني زيادة الهيومن كابيتال، الموارد البشرية، وزيادة الاستثمار في رأس المال يلعب دور كبير في النمو. ولكن الدور الأكبر اللي هو اللي بيسموه technical change، اللي هو يعني الابتكار.
بالنسبة للأوتلاين الأجندة تبعت المحاضرة، في البداية راح أحكي يعني واي إنوفيت. أنا بحب دائما نبدأ بسؤال واي، دائما قبل ما الواحد يعني يحكي في موضوع بعتقد بسوي يعني يسأل السؤال واي، لماذا نحتاج للابتكار وخصوصا في هذه المرحلة. النقطة الثانية كويت كرنت سيتويشن، اللي هو راح نوصف لكم باختصار وضع الكويت الحالي فيما يتعلق بالابتكار، مستندين إلى مؤشرات عالمية متخصصة في هذا الموضوع. بس إحنا اليوم كله يعني كلامنا راح يكون بشكل كتير بريف، بشكل مختصر، وراح يعني استخدم جزء من ماده علميه هي تقرير انتهينا منه تقريبا قبل اقل من شهر، معهد الكويت للابحاث العلميه بالتعاون مع لندن سكول اوف ايكونومكس، كليه لندن للاقتصاد، وانا كنت يعني رئيس المشروع. فجزء كبير من هذا البرزنتيشن راح يكون في يعني نعطيكم ومضات من هذا التقرير، وفي نهايه التقرير بنهايه العرض المرئي راح اعطيكم الرابط للتقرير الكامل اللي بحب يعني يطلع عليه، اللي احنا فيه عملنا تحليل تفصيلي في بالنسبه للكويت. الكويت تريبل هيليكس هذه اضافه شوي، انا حبيت يعني احكي لكم كيف احنا ممكن نوصف الكويت باستخدام النموذج المعروف تبع الانوفيشن ايكو سيستم اللي هو تريبل هيليكس، وبعدين نحكي ايش الكي تشالنجز التحديات الرئيسيه، ومن ثم اهم التوصيات اللي احنا طلعنا فيها من خلال المشروع اللي احنا قمنا فيه مؤخرا. لو بدنا نطلع على رؤيه الكويت نيو كويت، يعني الناس اللي مش فاميليار فيها من خارج الكويت، ترتكز على 7 بيلرز، سبع ركائز رئيسيه بتمثل هذه الرؤيه، رؤيه الكويت 2035. لو بدأنا من اليسار الجلوبال بوزيشن، انه احنا هاوي كان يعني نعزز دور الكويت وحضوره الاقليمي والعالمي، وخصوصا فيما يتعلق بال يعني نقاط القوه اللي معروف فيها الكويت، الدبلوماسيه، التجاره، الثقافه، والعمل الخيري. النقطه الثانيه هيومن كابيتال، طبعا هنا لما يحكي هيومن كابيتال اهم شيء بيكون بالنسبه لنا موضوع الادوكيشن سيستم، التعليم، وكيف احنا ممكن يتم تطوير التعليم، فهذه ركيزه اساسيه بتركز عليها الفيجن. الهيلث كير كمان، هذا الكلام طبعا قبل يعني كورونا كان ركيزه اساسيه، واكيد هلا مع كورونا يعني يمكن راح يصير في له بالخطط الخمسيه التي تقوم بها الكويت راح يصير له تعزيز بشكل اكبر. ليفنج انفايرمنت، موضوع الانفايرمنت مهم جدا، خصوصا الدول المصدره للنفط والتي تستخرج النفط وما يعني يتبعه من تلوث. طبعا موضوع الرينيوبل انرجي، الطاقه المستجده، هذا بالنسبه للكويت يعني جزء مهم جدا. النقطه او المحور الخامس اللي هو الانفراستراكشر، اللي هو البنية التحتية، تطوير بنية تحتية حديثة تمكن الكويت من النمو والنهضة من خلال استغلال المشاريع التنموية المختلفة. النقطة السادسة واللي هي يمكن الأهم، موضوع الاقتصاد، كيف ممكن الكويت to develop a prosperous and diversified economy، اللي هو تطوير اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط وتصدير النفط. والبيلر الاخير اللي هو public administration، اللي هو تطوير الخدمات المتعلقه بالحكومه والخدمات التي تقدمها الحكومه لتسهيل الاعمال. في ما يتعلق بمداخلتنا اليوم، احنا راح نركز على موضوع innovations، وفي راينا الانوفيشن هو عامل مهم جدا زي ما انا ذكرت في البدايه بشكل مختصر بالمقدمه، كعامل رئيسي في تحقيق الهدف اللي هو الاقتصاد المتنوع. وزي ما حكينا موضوع الابتكار، يعني مساهمته تتجاوز 70% من النمو الاقتصادي في الدول
المتقدمة. يعني دول راح نحكي عليها هيك شوي، نضرب بعض الأمثلة زي تايوان، زي اليابان سابقا، وكوريا وسنغافورة. هذه الدول يعني جزر جبال. يعني أنا رحت على كوريا، قعدت يعني أكثر من أسبوعين في برنامج العلاقة بالابتكار، ويعني ما عندهم شيء تقريبا موارد طبيعية، بس اقتصاديا هذه الدول يعني دول متقدمة جدا صارت، وخلال فترة يعني بسيطة جدا. ولو نرجع للمعادلة السحرية اللي سووها، يعني بشكل مختصر بنوا خططهم التنموية على الـ STI اللي هو Science, Technology and Innovation. هذه التوليفة اللي هم اعتمدوا عليها وحققت لهم ما حققته الآن، على الأقل في المجال يعني الاقتصادي. لو نطلع على الوطن العربي، ويعني خصوصا الجي سي سي، بما أنها هي، راح تشوفوا الألوان اللي شايفينها تحت، الأخضر كل ما إحنا رحنا بالأخضر، وكل ما أصبح اللون أكثر يعني غامقا، أكثر داكن أكثر، بيكون يعني هذا شيء كويس، انه مور دايفرسيفايد، يعني الاقتصاد فيه تنوع بشكل كبير. بينما اذا رحنا للون الصحراوي، اللون الاصفر، وكلما ازداد اللون، او مش اصفر هذا اللون، يعني اصفر برتقالي يتجه الى بني، كلما وصل الى هذا اللون جريدينت، هذا اللون تدرج هذا اللون، كل ما كان اقل يعني تنوع. فزي ما شايفين منطقتنا في يعني شوية في تقدم في قطر، في الإمارات، وشوية في عمان، بينما الدول الأخرى لسه يعني متأخرة. طبعا احنا الطريق لسه طويل، ولكن يعني في بدايات جيدة. لو اطلعنا على يعني هذه الكويت، كيف يعني طلعنا على كل صادرات الكويت، زي ما شايفين بتلاقوا اللون البني اللي هو الكرود بتروليوم، وبعدين في بيجي بعدين ريفاين بتروليوم، هو اللي يعني تقريبا مسيطر. فمعظم التصدير هو تصدير مواد خام ما فيها قيمة مضافة، فبالتالي التنوع يعني بيعطينا فكرة هذا قديش في تنوع. أنا المفروض لو في مجال، إذا صار في وقت بعد هذا، ممكن ندخل أونلاين إحنا، وهذه ممكن بعطينا، هو الـ MIT وهارفرد مع بعض اشتغلوا على مشروع، هلا أعتقد في هارفرد الـ Visualization، بعطينا بنشوف نقدر نطلع على الدول. فمثلا لو تروح على كوريا مثلا، بتلاقوا صورة مختلفة تماما، الألوان متنوعة، والقائمة اللي تحت هذه اللي شايفينها هي عبارة عن المنتجات التي يعني تصنعها الدولة وتصدرها. فكل ما كان في يعني تنوع، كل ما كان في يعني تعدد في الالوان، معناها في تنوع في المنتجات اللي بتسويها، وكل ما كان في تنوع، كل ما كان معناها هذا شيء ايجابي. في مايكل بورتر، اكيد كلكم يعني فاميليار في هذا الاسم، يعني من الناس العلماء المميزين جدا في مجال الاداره في جامعة هارفارد. كتب طبعا في موضوع على مستوى البزنس، كتب كتير كتب، كومبتيتيف ادفانتج، كومبتيتيف استراتيجي، كتب لها علاقة بالاستراتيجية التنافسية، والأشياء اللي هي لها علاقة بالتخطيط الاستراتيجي وهكذا. وبرضه دخل في موضوع التنافسية على مستوى الدول، في له كتاب في التنافسية الوطنية، وبالإضافة لمساهمته في World Economic Forum اللي هو الـ Global Competitiveness Index GCI، اللي هو مؤشر التنافسية العالمي. الميثودولوجي ساهم فيها هو واقتصاديين آخرين. هو يعني فيما يتعلق بالخليج، هو يعني إجا السعودية أكثر من مرة، ويعني عنده شوية مساهمات في منطقة الخليج. فكان في إلى هذه المداخلة اللي بيحكي فيها عن سماها الانتقال من الانهيرتد بروسبيريتي إلى الكريدت بروسبيريتي، إنه إحنا
النمو والسعة في الحياة على مستوى الدولة والرفاهية. يجب الانتقال من هذه الرفاهية التي مصدرها عبارة عن المصادر الطبيعية اللي يعني ورثناها، وهي ليميت زي ما بقول، لأنها في النهاية سوف تنتهي، غير متجددة مثل البترول والغاز. ودور الحكومة عادة بيكون فيها هو يعني الدور الرئيسي، ومسيطر على كل يعني مناحي الحياة والاقتصاد، ويدعو إلى الانتقال إلى الكريت بروسبرتي، إنه يعني الرفاهية التي إحنا خلقناها بأيدينا، نحن صنعناها، وهذه تكون زي ما بقول مبنية على القدرات الابتكارية، القدرة على الابتكار وإضافة قيمة معتبرة من خلال طبعا يعني الشركات، إنه أنا ما بس بأخذ المواد الخام اللي تحت الأرض وببيعها مباشرة، أو لا، أنا بمشي بكل ما كانت عندي سلسلة الإمداد طويلة، وفي عندي في كل مرحلة أنا بضيف قيمة، بكون في عائد كبير بالنسبة للدولة. النقطة الثانية اللي بحكي فيها اللي هي موضوع يعني هاي طبعا ملامح رئيسية، يعني اللي هي الجفرمنت فاسيليتيت انيبلينج كونديشنز، انه الحكومه تقوم بالتسهيل، يعني توفير الكونديوسيف انفايرمنت، توفير البيئه التي من شانها ان تسهل للرياديين ورجال الاعمال والقطاع الخاص انه يقدر يعني يستثمر ويقوم بالابتكار ويقوم باعماله بشكل اريحيه وبمنافسه شريفه، يعني الليفل بلاي يعني فيلد، انه الملعب يكون متاح للجميع انه يدخل ويطلع بشكل سلس وبشكل محمي، ما في اي احتكار. فهذه يعني الرحله اللي هو بيحكي لنا عنها. هلا بدي بالسلايدز القادمه احكي لكم شوي عن وضع الكويت حسب المؤشرات العالميه. في مؤشر مهم جدا اللي هو الجلوبال انوفيشن اندكس، متخصص بالابتكار، وهو كومبرهنسيف، يعني هو شامل، يشمل شغلات كثيره، يقسم الى جزئين، قسم اللي هو الانبوت اللي هو المدخلات، وقسم الاوتبوت اللي هو المخرجات، وضمن كل يعني واحد فيهم في مؤشرات كثيره بتنزل تحتيه، مثلا من الانبوت ايش قديش في احنا استثمار في الار ان دي وفي البحوث والتطوير، بالنسبه للاوتبوت ايش بيطلع معانا احنا منتجات وابتكارات والى اخره. زي ما شايفين الكويت اللي هي باللون الاخضر، وانا حطيت دول الخليج كلها، يعني من حد 2013 وهذا في السنه التي بدا فيها هذا المؤشر العالمي، وكيف كان في تذبذب، يعني الان 2020 يعني هي تتقدم على يعني فقط عمان والبحرين. طبعا احنا زي ما شايفين انا كاتب بتر، يعني كل ما كان الرقم اقل كل ما كان احسن هنا، لانه هذا الترتيب، فكل ما كان يعني ترتيب، كل ما كان الخط الرسم البياني كل ما كان نازل لتحت، يعني مثلا الامارات زي ما شايفين اللي هو الخط البرتقالي يعني هو اللي تحت نازل هذا، فكل ما كان تحت كل ما كان احسن، يعني في 2020 كان اقل من 35 بشوي ترتيب الامارات. فزي ما شايفين يعني في يعني تذبذب، بس بنفس الوقت شوية يعني في تأخر في هذا المؤشر على الأقل. في مؤشر آخر اللي هو مرتبط بالجي سي آي اللي هي الجلوبال كومبتيبلس إندكس، اللي هي مسؤول عنه، اللي بتصدره الورد إيكونوميك فورم، اللي هي المنتدى الاقتصاد العالمي. في المؤشر رقم 12 اللي هو الأخير حسب النسخة اللي هي قبل 2018، لو بتشوفوا الرسم أنا حاط لحد 2000 طبعا أنا هو بدأت من 2010 بس هو بدأ من قبل، بس يعني أنا أخذت آخر 10 سنين تقريبا، وقفت أنا عند 2018 لأنه تغيرت الميثودولوجي، تغيرت الطريقة اللي بيحسبوا فيها المؤشر، سموه مؤشر، عملوا مؤشر جديد للإندستري 4، ف اللي هو بأخذ بعين الاعتبار الثورة الصناعية الرابعة، فتغيرت الميثودولوجيا، فصار يعني مش صعب انه احنا نشارك نقارن بنفس المنهجيه، اختلفت فصارت صعب المقارنه، فانا خليت بس هذه السنوات.
فزي ما شايفين الكويت برضه يعني في هذا المؤشر متأخرة. ولو أنا فصلت هذا المؤشر إيش في جواته، لو فتحت هذا الانوفيشن بلاقي capacity for innovation، قدرة على الابتكار، جودة المعاهد البحث، العلاقة الصناعة والأكاديمية في مجال البحث العلمي والتطوير، وقدرة الحكومة على يعني الاستفادة وشراء المنتجات ذات الطبيعة التكنولوجية المتقدمة، وكذلك وآخر واحد اللي هو availability of scientists and engineers اللي هو توفر العلماء والمهندسين. لو أنا قرأت من 2010 و2018 زي ما شايفين في يعني تخخر من مركز 97 لمركز 102 في هذا المجال، في مجال quality of scientific research من 75 ل 97. يعني طبعا انا السهم هذا عامل بالضبط، يعني عملته على الباوربوينت انه بيمثل بالضبط الارقام، يعني لو 97 ناقص 75 بيطلع هذا الرقم طول السهم. نفس الشيء في موضوع الكولابوريشن متاخر، الشيء الوحيد اللي تحسن اللي هو البروكيورمنت والافيلتي اوف ساينتس اند انجينيرز، للاسف هو اكثر واحد يعني صار في له تقاخر بشكل كبير. ولكن تو بي فير يعني حتى نكون موضوعيين، هذه المؤشرات في معظمها مبنية على الاكزيكتيف سيرفي اللي هي استبيان دوري بيسووه كل سنة المنتدى الاقتصاد العالمي، بيسألوا فيه أصحاب الأعمال وبناء عليه بيصير التقييم هذا. فيعني ما بيستخدموا هارد داتا في هذه، طبعا في أشياء تانية بيستخدموا بس في هنا معظمهم آراء الناس. بس طبعا الآراء مهمة جدا، الاكزيكتيف تبعهم المدراء التنفيذيين تعاون الشركات رايهم مهم جدا، هو بيعطيك انطباع بالفعل، لان هم لما بدهم يشتغلوا مع المؤسسات بحث علمي هل بسهوله متوفرين، هل في ناس، هل في يعني كل هذه لها دور كثير كبير. بس يعني هذا بيعطينا انديكيشن برضه انه ما ناخذها مسلمه زي ما هي، لا يعني احنا شفنا في اشياء ثانيه لما بحثنا في اشياء ايجابيه، يعني في شويه مبالغه في سم يعني تشاؤم شويه من الوضع الحالي، فهذا ينعكس على هذه المؤشرات. أنا ذكرت في البداية بعض الدول حبيت يعني ضفت هذا السلايد آخر لحظة، إيش في نماذج مثالية ممكن الكويت تستفيد منها. أنا حطيت كوريا وتايوان وسنغافور، سنغافور اللي سنغافورة، كيف إنه هذه الدول يعني ما كان عندها شيء، يعني أشياء بسيطة جدا، مش إنه يعني من ناحية ثروات طبيعية، وقدرت إنها تعمل قفزات نوعية. كوريا بس الحلو في موضوع هذه الدول ودراستها انها كل دوله استخدمت نموذج مختلف. كوريا كانت الحكومه خلف يعني سياسه العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعمت شركات كبيره طلعت منها سامسونج، هذه الشركات اللي بيسموها تشيبو. بينما تايوان ركزت على الشركات الصغيره ودعمتها وكان في حريه اكثر ديسنترلايز، وما كانت الحكومه يعني داخله بشكل قوي، كانت اكثر فاسيليتيتر، اكثر ميسر ومسهل. بينما سنغافورة ركز على التعليم وكيف انها تجيب شركات انترناشنال وتستفيد من هذه الشركات وبعدين تبني قدرتها على الابتكار. فهذه كلها دروس متنوعة بالنسبة للكويت او دول الخليج كلها ممكن انها تستفيد من هذه الدول. انا في يعني نكتب شابتر في كتاب راح ان شاء الله يصدر قريبا، جزء من تريبل هيليكس بوكس، بنحكي في هذه التجارب بشكل يعني مرتبط بكيف ممكن الكويت كدولة خليجية تستفيد من هذه النماذج. تريبل هيليكس موديل هو عبارة عن موديل نموذج يشرح كيف يعني شكل منظومة الابتكار في الدول. فزي ما شايفين في ثلاث يعني نماذج محطوطة هنا. النموذج الأول هو ستاتست اللي هو إنه الدولة هي المحتضنة كل شيء زي ما شايفين الاندستري والاكاديمية جوا. طبعا هو تريبل هيليكس زي ما تريبل لانه في ثلاث مكونات رئيسية. النموذج الثاني لزيفا اللي هو انه لا في حرية يعني كاملة بين الدولة والجفرمنت والاندستري والاكاديمية. والنموذج الثالث اللي هو النموذج المتوازن اللي هو زي ما احنا زي ما هو الشكل يعبر عن نفسه. لو جينا للكويت يعني انا اجتهدت هنا كيف ممكن نوصفها؟ استاسيت اكثر يعني نموذج بوضحها اللي هي الحكومه هي تقريبا مسيطره على يعني كل شيء، هي تقود التنميه، هي اللي يعني يعني دومينيتنج، يعني هي تقريبا يعني مسيطره بشكل كثير
كبير وبتلعب دور كبير في، يعني دور إيجابي طبعا في 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 دعم الابتكار. بس هل هو هذا النموذج الصح ولا لا؟ كوريا استخدمت هذا النموذج، بس كان في يعني جزء مهم من القطاع الخاص، الشركات الكبيرة هي اللي كانت التي تقود التنمية. فأنا طبعا هنا ضفت موضوع الكوميونتي، موضوع السيتيزن، لأن الكويت حالة خاصة مش زي الدول الثانية بموضوع السوشيال كونتراكت وأهميته. فالمواطن له دور في هذه المنظومة. فزي ما شايفين أنا حطيت هنا بعض المؤسسات الفاعلة في كل دائرة من هذه الدوائر، وكيف ممكن يعني يصير في تسهيل وعلاقات مختلفة. يعني صعب يعني نحكي في نشرح بعض التفصيل، بس يعني هذه تعطي هيك صورة عامة عن لو عن منظومة الابتكار في الكويت من باستخدام النموذج تريبل هيليكس. ايش التحديات اللي يعني بتواجه الكويت في هذا المجال؟ few incentives for private sector to engage in R&D. ما في يعني حوافز للقطاع الخاص انه يعمل ابحاث، يعمل يستثمر في البحث والتطوير. collaboration for commercialization week، هناك ضعف في موضوع التسويق التجاري اللي هو الجزئيه المهمه جدا من الابتكار، وهذا يحتاج الى تعاون، وهذا التعاون ضعيف. ما في خوف من الاستثمار، وهذا بنربطه بالنقطه الاولى موضوع الار ان دي. الار ان دي معروف انه ريسك عالي فيه، فصح هاي ريسك هاي ريتيرن، بس الريسك عالي فبتحجم الشركات عن هذا الاستثمار. الرواتب عاليه جدا في القطاع العام، فهذا بيؤدي انه القطاع الخاص يكون يعني الاعمال الوطنيه ما تروح للقطاع الخاص وتجرب تستثمر بمشاريع رياديه وستارت ابس. السكيل الورك فورس سكيل ليفلز برضه يعني مش كما يجب. التعليم، نظام التعليم بشكل عام يعني بحاجه لتطوير. عملنا احنا دراسه مؤخرا 2017، بطلت مؤخرا سنوات بعيده، بالنسبه للابتكار اللي هو السي اي اس اللي هو كوميونتي انوفيشن سيرفي اللي هو بيسووه بالاتحاد الاوروبي تقريبا كل سنتين او كل 3 سنين. وجدنا نسبة ابتكار عالية عند الشركات، 55% من الشركات قامت بابتكار بالمنتج أو بالعملية الإنتاجية خلال ال3 سنوات، وهي نسبة عالية إذا ما قارناها بالاتحاد الأوروبي اللي هو 45% تقريبا، يعني آخر فكرة في بالي. بس طبعا لو فتحنا هذا الابتكار من وين جاي، احنا في الابتكار عادة بنفصل يعني في ليفلز، مستويات. المستوى الأول ابتكار على مستوى المؤسسة، يعني الناس التانيين بيسووه بس احنا ما بنسويه. المستوى الثاني ابتكار على مستوى البلد، على مستوى السوق، والمستوى الثالث على مستوى العالم، انه يعني ما في حدا سوى. فلقينا 70% من الابتكارات في المنتج هي عباره عن ابتكارات جديده على المؤسسه، يعني الشركه اول مره بتسويها، بس مش يعني جديده. فهذا اللي خلى يعني النسبه ال 55 تكون مرتفعه. الفاينانس طبعا كان له الدور الاكبر، وهذا مهم جدا لانه رؤيه الكويت تعتمد على موضوع الفاينانس، والشركات الكبيره كانت هي الاكثر ابتكارا. فاحنا في مشروعنا هذا كان مشروعنا الاخير اللي احنا اشتغلنا فيه مع ال اس اي، ركزنا على الشركات الكبيره وخصوصا شركات مانيفاكتشرنج. وجدنا انه الشركات يعني مهتمه جدا في موضوع الار ان دي، ولكن لما سالناهم عن امثله حقيقيه في براكتيكال انوفيشنز كان في يعني 90% منهم قالوا مهم جدا، بس 15% قالوا انه يعني سووا في اشياء حقيقه عملوها واستفادوا منها في توظيف الار ان دي. طبعا هذه يمكن مش غريبه، لو طلعت على دراسات مختلفه لماكنزي وبي دبليو سي والشركات هذه الكبيره بتلاقي في كثير دراسات ما يعملوا لقاءات مع السي او بتلاقيهم احنا يعني الانوفيشن مهم وكذا، لما بعدين اوكي وات ار يو دوينج اباوت ات، ايش عم بتسووا بهذا الخصوص، بتلاقي ار يو هابي، يعني هل انت مبسوط في اللي عم بتسويه. معظم الشركات تقول لا احنا مقصرين في هذا المجال، فيعني هذه الى حد ما كونسيستنت. لما سالناهم عن العوامل، هذه الشركات الكبيره سالناهم عن العوامل يعني اللي بتعطل الابتكار، زي ما شايفين كان اكثر واحد اللي هو موضوع كوست، اللي هو له علاقه بالفلوس، بس موضوع الفلوس انه احنا بدنا دعم، التكلفه عاليه، الريسك عالي زي ما حكينا. وطبعا هذا الجواب اذا بتروح انت اي دراسه بشكل عام، احنا بنعمل دراسات عاديه في الاس ام ايز، شركات صغيره ومتوسطه، لما نحكي بالعوائق دائما كانه يعني هو الديفولت فاليو، اول شيء بيجي بخطر في بالهم انه بدنا ريسورسز، وهذا شيء طبيعي. بس هو لما احنا بحثنا وعملنا ست شركات عملنا معهم
مقابلات مستفيضة، وجدنا إنه لا، الأشياء اللي مخبية هي lack of qualified personnel، اللي هو نقص العمالة المؤهلة واللي عندها مهارات اللي هتساعدنا إنه إحنا نبتكر. هذا هو اللي كان العائق الحقيقي، اللي هو مخبى العائق رقم 2، بس هو فعليا احنا وزي ما شايفين هو الفرق بسيط جدا، بس هو كان العائق الحقيقي اللي احنا اكتشفناه من خلال المقابلات المعمقه. موضوع lack information technology، ما في عندهم معرفه على التكنولوجيا، برضه هذه مرتبطه يعني في موضوع المعرفه، وموضوع اللي هي مرتبطه بالانسان ووجود الناس اللي هم المتخصصين والقادرين على اداره المشاريع ذات المشاريع الابتكاريه ومشاريع البحث والتطوير. في موضوع الكولابريشن، لما سالناهم على الكولابريشن ايش يعني اللي انتم بتسووه فيما يتعلق في العمل مع الشركة مع المؤسسات البحثيه ومع اي جهات اخرى، معظمهم ما في عندهم هذا الكولابريشن، ضعيف جدا او مش موجود، واذا موجود كان عباره عن بيجيهم طلاب من الجامعات او يعني عباره عن علاقات شخصيه، قليل جدا اللي عم بيشتغلوا جوينت ار ان دي اكتيفيتيز ومساهمات اخرى. لما سالناهم الحكومه لو بدها تدعمكم عشان تبتكروا، ايش يعني بدكم من الحكومه باختصار؟ يعني الاهم ثلاث شغلات كانت زي ما شايفين، اول واحده طبعا نفس لما نحكي التحديات بيقولوا الفلوس، شو بدكم؟ بدنا فلوس، هذا يعني الديفولت الجواب اللي على طرف لسانهم زي ما بقول، فمباشره كان كذا. ولكن هو اذا بنطلع على الثاني والتالت، ايش اللي هو بالفعل بدهم اياه؟ جوينت بروجرام بتوين يونيفرسيتيز، بدنا احنا نعمل لنا برامج تربطونا اكثر مع الاكاديميا، مع مراكز البحث العلمي. والنقطه الثالثه اللي كانت في الترتيب رقم ثلاثه، اللي هي انه بدنا خبرات، وبدنا احنا يعني خبراء يجونا من شركات من جامعات اجنبيه على اساس احنا نصير في عندنا يعني معرفه على الستيت اوف ذا ارت. كي ريكومنديشنز، ايش التوصيات الرئيسيه؟ هذه بختم فيها المداخله تبعتي. governance review للاس تي اي، انه احنا لازم يصير في مراجعه لمنظومه الابتكار. موضوع تاسيس اس تي اي كونسل، اللي هو مجلس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جزء مهم جدا، واحنا شغالين عليه حاليا، وراح يصير في ناشونال كوميتي، بس هذا يعني لسه ما حصلوا، بحاجه الى تمكين وتطوير. Rethinking the education system، وهنا بجزء اخر كلمتين، اهم شيء في الموضوع at all levels، انه التركيز مش بس على تطوير التعليم الجامعي وربط الصناعه ولا لا، احنا برضه لازم ننزل تحت. لما نحكي احنا ابتكار، الابتكار اصلا جاي من الكرياتيفيتي، جاي من الابداع، والابداع يعني جزء لازم يكون جزء من ثقافه الاطفال، لو ان هم في المدارس يتشربوا مفهوم الابتكار، مفهوم الابداع والقدره على الابداع، ويكون هذا جزء من المنهج وجزء من الثقافه وجزء من المدرسه، ومن ثم لما يوصلوا الجامعه يكون في تستمر هذه البيئه المناسبه للابداع والابتكار. النقطه الثالثه اللي هي implementing a bottom up diversification، احنا نرى انه diversification في حاله الكويت انما ما نيجي من 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 من, من الاعلى ونحكي بدنا نعمل 1 2 3، لا، احنا شايفين النموذج مناسب، وهذا طبعا مفتوح للنقاش، يعني انه احنا نشوف وين الستارز، وين النجوم، وين السيكتورز اللي اوريدي ناجحه وعم فيها يعني تطور بشكل كثير كويس ونعزز. يعني مثلا احنا في الكويت غير عن كل دول الخليج، يعني اخر دراسه للبنك الدولي، موضوع القطاع الكرياتيف اندستري بسموه، اللي هو القطاع اللي مرتبط بالابداع، يعني بنحكي عمان هنا عن الفن، عن المسرح، عن الموسيقى، عن الاي سي تي بيدخل فيه، كل الاشياء هذه وجد الدراسه وجدت انه فيها يعني تقدم كثير كثير يعني مهم ومساهم بالنسبه للاقتصاد. فهذا مثلا ممكن يكون يعني بدايه جيده لهذا القطاع وغيره من القطاعات. واخر واحده اللي هي موضوع سترينثينج كويت انفورميشن سيستم، موضوع الانفورميشن سيستم وسهوله الوصول الى المعلومات اللي علاقه زي ما هم ذكروا، موضوع التكنولوجيا في صعوبه الوصول الى المعلومات اللازمه.
هذا باختصار البرزنتيشن تبعته، وهذا التقرير اللي احنا انتهينا منه من قبل اقل من شهر. اللي حابب يعني بيقدر ياخذ صوره من بالموبايل للسكرين، او يو كان جوجل breaking out of the innovation trap، بيطلع لكم مباشره، والتقرير موجود يعني فري اونلاين على الرابط اللي هو موجود زي ما شايفينه تحت على موقع جامعه لندن سكول اوف ايكونومكس. وشكرا كثير لكم ولحسن استماعكم، ويعطيكم الف عافيه. ثانك يو. شكرا جزيلا دكتور حسام عرمان على هذه المحاضره. والان نبدا المحاضره الثانيه. معنا من دوله الكويت الدكتور سام تولو، استاذ التسويق ورياده الاعمال الكليه الاستراليه في الكويت. دكتور سام اسمعوني، الصوت واضح؟ نعم، خلينا بس افتح وضح. الكاميرا لانه مستعمل الموبايل والجهاز بنفس الوقت. حياكم الله وشكرا لكم على هذه الدعوه الكريمه، وأشكر الأستاذ حسام على المعلومات القيمة اللي بدأ فيها السيشن اللي هي بعد الظهر هذه، فحياكم الله وشكرا لكم على هذه الدعوة. أنا في الحقيقة اللي حضرته هو راح نتكلم شوي على الابتكار الاجتماعي، فقد تكون بعض البيانات والأمور يعني أساسية في هذا الأمر، لكن يعني ممكن إن شاء الله نعرج عليها ونتكلم شوي عن أهمية الابتكار الاجتماعي إن شاء الله. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أكون معكم في المؤتمر الخليجي الثاني للابتكار والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال. إحنا في الكلية الأسترالية عندنا مركز للابتكار وريادة الأعمال، Center of Innovation Entrepreneurship SIAC، ونقوم بتعليم مواد الابتكار وريادة الأعمال مع جامعة Central Queensland University، ونعتمد على البزنس موديل القائم على البروجكت بيس ليرنينج. بمعنى اللي تشرف فيه دكتور حسام انه لابد من إعادة التفكير بالنسبة لمنظومة التعليم، انه يكون هذا جزء من المنهج نفسه الدراسي. فإحنا على المستوى الجامعي سواء كان دبلوما او بكالوريوس نحن ندرس مواد أساسية تعلم الكريتيكال ثينكينج والكرياتيفيتي أو الإبداع والابتكار أو التصور الخلاق اللي نسميه بالعربي مثلا، وأيضا البروبلم سولفينج حلول المشكلات، وبالتالي يتم عليها ترتيب أو بناء مشروع. هذا المشروع يقوم الطالب على بالعمل عليه من أول السمستر إلى نهاية السمستر، فيكون عندنا فرصة لتطبيق عملي مفاهيم مثلا سواء كانت بال finding solutions أو حلول مبتكرة لمشكلات قد تكون موجودة أو مجتمعية. يعني ما راح أبدأ كثير بالتفاصيل بالبيسكس، لكن لا شك أنه مر عليكم كثير من تعريف الابتكار، لكني ممكن من وجهة نظرنا الابتكار لا يسمى ابتكار إلا إذا كم تحويله إلى منتج يكون له قيمة إيجابية يستطيع الناس أن تستفيد منه وتدفع له قيمة، فهذه ما يسموها بالcommercialization، فيكون لها قيمة يمكن حتى قياسها. وتحضرني كلمة لرئيس الوزراء السابق الفنلندي إسكو أوهو، والذي قال أن أنت عندما نبحث يعني نصرف على البحث والتطوير R&D is putting money to generate new knowledge، فإحنا بنشتغل على new ideas and new inventions. في البحث والتطوير أنت تنفق المال للوصول إلى المعرفة، أما الابتكار يجعلك تحصد المال من المعرفة. بمعنى نستطيع أن بسبب التبادل الذي يتم، التبادل الفائدة الذي يتم بين المبتكر أو الجهة المبتكرة والمجتمع الذي يستفيد من هذا الابتكار، تتم عملية استرجاع الأموال التي تم صرفها على البحث والتطوير. طبعا هناك تعريف أخرى، يعني مثلا باراك أوباما كان له تعريف جدا لطيف، الابتكار هو إيجاد ما يطور ويحسن حياة الناس، فهو شيء بسيط جدا يعني تكلم به. وأعتقد كان في سمت مؤتمر عالمي أعتقد بالإنوفيشن منذ سنوات قبل الكورونا، وكان أيامها يعني باراك أوباما كان very much involved in it. بيتر دراكر
من الشخصيات اللي يعني تعتبر معروفة في مجال التسويق حتى أكثر من غيرها، والتسويق الاستراتيجي، تكلم عن الابتكار وتغيير لإيجاد بعد جديد ومعنى جديد للأداء، بمعنى أن احنا إذا استطعنا أن نرفع أداء مثلا سيارة كهربائية بسبب اختراع جديد للباتري الكهربائية مثلا، فأنت بالحالة هذه استطعت أن تعكس هذا الأداء الإيجابي أو البرفورمانس إلى فائدة يستفيد منها المجتمع. فكما قال توماس إديسون، دائما هناك طرق جديدة لعمل الأمور بشكل أفضل، فخلينا نجدها، يعني خلينا نجدها ونبحث عنها. طبعا هذه أمثلة بسيطة احنا نعطيها للطلبة في يعني مواد الابتكار، انه ليست الأبل مثلا هي من اخترع MP3، لكن الأبل استطاعت ان تدخله السوق وتحوله الى منتج ناجح يسد حاجة الناس، وبالتالي استفادت وحصدت هذا كله. وإذا رجعنا باختصار إلى يعني بدايات صناعة أو التفكير باختراع الـ MP3، فكان من شركة ألمانية، أو عملت already the German company Fraunhofer developed the first however unsuccessful MP3، بمعنى لم يكن ناجحا في 89، وعملوا له patent في United States بأمريكا، وبعدين دخلوا كلنا يعني على اطلاع أو يتذكر الشكل القديم للـ MP3، لكن لما طلع الآيبود اختلفت الأمور كثيرا بسبب قدرة الأبل على تصور الفائدة الجمة من وراء هذا الاختراع. أصبح إحنا الآن أمام منظور جديد للابتكار نسميه الابتكار الاجتماعي، بحيث أنه يكون له منعكس إيجابي على المجتمع، وممكن أن يكون في البروسيس يعني تغيير أسلوب عمل مثلا نظام معين أو مكينة أو جهاز أو غيره، فيعطي يعني benefits أو مزايا إضافية كبيرة جدا، أو تغيير في المنتج اللي بسموها product innovation أو بالخدمة. لذلك هناك أيضا منظور آخر ينظر للابتكار، أنه ممكن يكون incremental بمعنى تدريجي ومرحلي، ف you have to do it better، ويمكن أن يكون radical جذري، تغيير شامل وكامل، مثل ما صار مثلا بالديجيتال كاميرز لما دخلت السوق ومسحت كل ما كان سابقا من آلية التحميض. وعندما نتكلم عن ابتكار جذري، فأنت مثلا لما شفنا الأوبر مثلا، طريقة الأوبر وفكرة الأوبر كلها تعتبر ابتكارية بحد ذاتها. الاير بي ان بي نفس الشيء، اللي هي حجز الأوتيلات من خلال، أو عفوا غرف فندقية من خلال التعامل مع البيوت، أصحاب البيوت مباشرة. هذه كلها كانت تعتبر اختراع بسموه radical innovation. فلذلك هناك كلمة لطيفة تتعلق بوصف هذا النوع من الاختراع، أن اختراع المصباح الكهربائي لم يأتي من التطوير المستمر للشمعة، فهم ما فكروا كيف أطور الشمعة فقط بمعنى incremental innovation، وإنما فكروا بقلب المفهوم بالكامل، وبالتالي جاء مفهوم المصباح الكهربائي لتوماس إديسون. طيب، أصبح هناك ابتكارات ممكن تعمل لنا disruption في الماركت، وتكلم عنها كثيرا دكتور كليتون كريستنسن من جامعة هارفارد، وينسب له أيضا يعني هذا المفهوم اللي هو الابتكار الذي يعمل، ما أريد أن أسميها فوضى، لكن يعمل يعني قلب موازين الأفكار أو القياسات السابقة. فطبعاً هنا كان في بعض الأمثلة احنا تكلمنا عنها أوردي قبل هذه السلايد، ودخلنا بموضوع الابتكار الاجتماعي. ويمكننا أن نضيف إلى التعريف اللي تكلمنا فيه أن أي فكرة جديدة تؤدي إلى صناعة منتجات وخدمات ونماذج تعود بالنفع الكبير على المجتمع يصبح ما يسمى بالسوشيال إنوفيشن، فنلبيها بطريقة أفضل من الطرق المطبقة حاليا. هذا كان طبعا ينطبق على التعليم، على التنمية المجتمعية، على الصحة، على أي مجال مجالات الحياة المجتمع.
فهو حل جديد لمشكلة تهم المجتمع ويكون الحل أكثر فعالية وكفاءة واستدامة، وهذا شيء مهم أن يكون له ديمومة أو sustainability. طبعا المصطلح جديد سنة 2000 يمكن بدأوا بالsocial innovation ويتكلموا عنه، وصار له شوية تنظير وأبحاث. ويعني إحنا مع جامعة كوينزلاند سنترال كوينزلاند أعطوا مفهوم السوشيال إنوفيشن بعد أكبر، وعملوا له كورسات خاصة وتدرس، وهناك سيرتيفيكيت ودبلومة في مجال الابتكار الاجتماعي. فلو حبينا نحط له يعني مخطط، ممكن نقول إنه هناك مايندسيت يجب أن يتغير بالنظر إلى المشكلة الاجتماعية التي نتعامل معها، ونخلق لها بروسيس، وبالتالي ننتهي بسوشيال إنوفيشن. وإليكم بعض الأمثلة الآن، طبعا أشهرها وكل ما تفتحوا يعني في المصادر والمراجع وغيرها يطلعكم فورا عن السيد إنفاكت محمد يونس، وهو من أشهر المبتكرين الاجتماعيين، من مواليد 1940، الآن تقريبا عمره 80 سنة ما شاء الله، Professor of Economics at Chittagong University بنغلاديش. هذا الرجل استطاع أن يجد طريقة لما يسمى بالمايكرو فاينانس، والمايكرو فاينانس إني كيف أسلف أو مبالغ بسيطة جدا للناس المحتاجة، وكيف أستطيع أني أستردها وأعمل منها، خليني أسميها win win، يعني it's a real innovative model. وفعلا استطاع، يعني الواحد يحط الفكرة كيف أسلف واحد دينارين وأستفيد من هذا الموضوع، مبالغ بسيطة جدا، يمكن العمل الإداري يكون أكبر بكثير من مبلغ دينارين بسلفه لواحد فقير أو لناس تحت خط الفقر في بعض الدول حتى تستطيع أن تفعل شيء. وفعلا أصبح جرامين بانك مبنى بأكثر من 20 طابق، هذا الآن يعتبر وأخذ عليها جائزة نوبل، نسيت أقول لكم يعني في الابتكار. واستطاع محمد يونس أن يحل 20% أو أكثر قليلا من مشاكل الفقر في بلده بنغلاديش نفسها، وهذا الموديل تطبق عالميا وانتقل إلى دول أخرى في أفريقيا وغيرها، ووجدوا أنه قابل للتطبيق ويقوم على قواعد متينة ومبتكرة. استطاع هو أن يطور في المايكرو فاينانس بروسيس إتسلف. طبعا هذه صور لمحمد يونس في نشاطه. وانتقل مفهوم الريادة الاجتماعية أو ما يسمى الابتكار الاجتماعي إلى مفهوم الريادة الاجتماعية، بمعنى أنه هو صار عند هو he's an entrepreneur، من رواد الأعمال، لكنه اختار مجال يستطيع أن يضيف قيمة إيجابية للمجتمع. وبهذه الطريقة صار لمفهوم الابتكار الاجتماعي بعد آخر، وما يسمى بالريادة الاجتماعية، لما يسمى social entrepreneurship. وبالريادة الاجتماعية يحضرني مثال جدا رائع، ولو الوقت يتسع نعرض بعض الفيديوهات لتكلم عنها. هيومانيتاس مؤسسة في هولندا، هذه المؤسسة وجدت أن الطلبة في المدينة يعانون من البحث عن سكن مناسب، خصوصا الطلبة اللي هم الانترناشنال ستودنتس، الطلبة اللي يأتون من الخارج. فهذه الطلبة بيجوا ما عندهم إمكانية للسكن قريب من الجامعة، فما شاء الله الجامعة تستقطب عدد كبير يبدو عندهم في هذه المنطقة، وهو مجتمع هرم، يعني عدد الناس الكبيرة في السن كثير، وهؤلاء كثير من فقد أولادهم ويعيشوا وحدهم، فهناك ما يسمى نيرسينج هوم يكون موجود. فكانت الفكرة توسيع نيرسينج هوم، إيجاد غرف فاضية إضافية، بس لكن لا يسكنها كبار السن، وإنما يسكنها الشباب الذين يبحثون عن سكن. طب إيش مطلوب من الشاب أو الشابة؟ المطلوب من الشاب أو الشابة أن تقضي وقتا مع كبار السن، ويعتبر هذا جزء من عملها مقابل السكن. يعني مثلا إذا كان السكن أجرته في السوق وليكن مثلا 200 دولار بالأسبوع، فأنت تشتغل معنا بما يقابل ال 200 دولار هذا، ويكون سكنك مجاني علينا، وطبعا متاح فيه كل وسائل الراحة والطعام اللي يطبخ للكبار السن يقدم منه للشباب، ويكون للشباب دور كبير في إطفاء البهجة ومساعدة كبار السن في هذا الموضوع. مشروع رائع بكل معنى الكلمة،
أدى إلى تكامل اجتماعي، وبنفس الوقت كان له مردود كبير على المجتمع، وأيضا الاستفادة من المساحات المتوفرة ضمن النيرسينج هومز وغيرها. يحضرني مثال آخر للريادة الاجتماعية في من توشيبا. توشيبا يا جماعة شركة، عفوا هيتاشي، عفوا أنا بقرأ هنا وبطلع فيكم، هيتاشي شركة كبيرة وضخمة ولها يعني منتجاتها وصناعاتها وغيرها، لكن هناك تعليق بسيط من أحد المسؤولين أشلي فيها، فاسمحوا لي إذا استطعت أن أعرض الفيديو قليلا ونشوف مع بعض اللقاء ماذا سيتكلم عنه. Whether it's Asian population or cleaner water or sustainable energy, and Hitachi believes that innovation is one of the key enablers to solve some of these problems. So it's a culture, and it's a way for us to actually go to market and leverage in all of our capabilities to solve big problems in society. That's what we're trying to do. فأصبح culture يعني جزء من ثقافة الشركة أن تجد حلول لمشكلات مجتمعية، قد تكون لها علاقة في المياه، قد تكون علاقة في الكهرباء، قد تكون علاقة في كذا، بس يؤمنوا بإضافة القيمة الإيجابية للمجتمعات. خلينا نكمل. And what exactly is driving the need for social innovations? Maybe you can touch on the social and the Well, obviously you have social and environmental issues, mm-hmm. right? Whether it's healthcare or energy or public safety or urbanization, things like that. But then you have the emergence of a lot of disruption happening around us as well, right? So there is disruption happening in every industry. Every company in every industry has been disrupted by digital technologies, by newcomers that are changing the paradigm. You think about whether you're a television network provider that's being disrupted by content providers. You're talking about all the digital platforms that are out there, how people buy, consume, the whole consumption economy. People are moving away from ownership to sharing and sort of consuming. So those things disrupt ecosystems that have been created for years and years and years. So for us, it's about, okay, how do you leverage technology to overcome some of those disruptions, but also take advantage of them to create new opportunities for new business models or drive better optimization. And we tend to focus on industries where there is big problems. So for example, leakage is a big problem in water utilities, right? So we know that utilities, they lose about 30 to 40% of water and just due to leakage across their entire network. How do you solve that problem? Can technology solve it? Can you start to build predictive models that will allow you to pinpoint things before they happen? Can you use technology to determine where things are actually are in real time? So it's taking technology and bringing it to industries that have been around a long time to solve some of the problems around that as well. So it's kind of a perfect storm of disrupting is happening around us. There's so much data that's being created every day. In fact, more data was created in the last 2 years that's even been ever created in the history of mankind. So يعني باختصار نتكلم عنه سيد هشام، أعتقد هو من يبدو من أصل عربي ويعمل مع هيتاشي، أن التغيرات اللي أصبحت بسبب وجود innovations أو ابتكارات جديدة غيرت المحاور المختلفة للتفكير على مستوى أو حتى الأبروتش بالنسبة للصناعات. فبقالوا إحنا ليش ما نستفيد من هذه التكنولوجي ونوظفها أيضا لحل مشكلات أخرى للمجتمع. وتكلم عن مثلا مشكلة المياه، مشكلة المياه للمجتمعات والليكج يعني الذي يصبح في الدرينج سيستمز يعني يكاد يكون حوالي 30% أو أكثر. أقول لك هذا كله مصادر رايحة، إحنا ممكن نجد طريقة لنعملها بريدكشن أو نتنبأ بها أو نحدد أماكنها ونعالجها وغير ذلك. فأصبح هنا مفهوم الابتكار الاجتماعي ليس فقط من باب العمل الخيري، يعني نفهم أنه والله هو فقط مبادر العمل الخير، هو لا، هي الخيرية في الصناعة، الخيرية في الريادة، الخيرية فيما يعود على المجتمع من أمور مختلفة. طبعا الريادة الاجتماعية في الكويت، يعني إذا قلنا أن الأمن الغذائي والصحة والتعليم أبدع فيها الصميت في أفريقيا، فهذه كانت مبادرة اجتماعية، يعني هي أساسا تحرك اجتماعي ديني، لكن في النهاية استطاع أن يصل إلى مجتمعات كثيرة في أفريقيا ويحسن من يعني حياتها المجتمعية بسبب وجود يعني ترتيب أكثر لبعض المصادر والصناعات أو الابتكارات التي يمكن تطبيقها في مجتمعاتهم. إذا الوقت يتسع، يعني هناك
فكرة عرضوها في العراق، وهي عملية أن مثلا المحتاجين نفسهم في أيام البرد واللاجئين كان عندهم مشكلة كبيرة، فقال لك طيب ليش ما أعمال الخير مشاهدينا لا تتوقف، يوما بعد آخر تتجلى اللفتات الإنسانية بين أفراد المجتمع. في مدينة كربلاء العراقية أطلق شباب محب للخير مبادرات لشتاء أكثر دفئا. يشارك في هذه المبادرة أكثر من 40 متطوعا، ويقومون بعرض معاطف وسترات مجانا في شوارع المدينة. يتلقى المتطوعون مئات التبرعات فيجهزونها بالشكل اللائق ويغلفونها داخل أغطية بلاستيكية قبل أن يعلقوها على أشجار أو أعمدة في الشوارع، وتحمل السترات لافتات كتب عليها خذها إن كنت تشعر بالبرد. جميلة هذه اللفتات، يعني منها أيضا التي لا تقتصر فقط على فصل الشتاء. هنالك يعني أعلم أنا على سبيل المثال في مخبز في فلسطين كل صباح يضع كمية من الخبز فقط للأشخاص المحتاجين، لمن لا يستطيع دفع شراء هذا الخبز ودفع ثمنه صباحا يستطيع أخذه مجانا. فالآن بس أنا حبيت أفرق بين الخيرية الفيلانثروبي اللي هو العمل الخير البحت وموضوع السوشيال إنوفيشن. هنا نجد في ابتكار بالبروسيس، بمعنى الطريقة التي تمت فيها عرض مثلا معاطف أو جواكيت أو ألبسة قديمة مثلا قد لم لا يكون استفاد منها، لكن تم تنظيفها ووضعها بتكاليف بسيطة بشكل مختلف. وأنا شفت شبيه لهذه البروسيس بساوث أفريكا بكيب تاون، فتجد أن قد تكون الفكرة أساسا نشأت في دولة معينة وأيضا تم نسخها في دول أخرى. أخيرا وليس آخرا، هذه مبادرة بسيطة من أخت قامت بالكويت، أخت كويتية قامت بقدمت شيء باسم المرأة العربية. خلينا نشوفها ولو لدقيقة. بأحد المشافي في عفوا قد يكون علق أو شيء. حياة مئات مرضى السرطان الأطفال وصارت مصدر إلهام وقوة لملايين الناس، وأسست أول موقع معتمد يوصل تبرعات للناس المصابين بالسرطان بكل العالم مجانا. مين هي البنت وشو قصتها؟ يعني لازم استئصال جراحي، ما في كيمو قبل، واستئصال جزء بهالضرورة ممكن يمنع الأولاد، وأنا حياتي متعلقة بالأطفال. كيف قدرت تساعد الأطفال وهي أصلاً بتعاني من السرطان؟ شيماء العيدي صبية من الكويت مصابة بسرطان نادر بالأضلاع، بيوم خلال رحلة علاجها الطويل تعبت من الأدوية وآلام الكيماوي، تركت سريرها وراحت تزور جناح الأطفال، شافت بنات صغار خسروا شعرهم بسبب العلاج، نسيت وجعها وقررت تساعدهم. نسجت مئات القبعات الملونة، خيطتهم مع شعر مستعار ووزعتهم عليهم. لأول مرة شافت الفرحة على وجوههم. وصلت تقريباً حق 210 طلب حول العالم. كان أقول لا لازم سوي خدمة توصيل. فأنا عندي مال مدخرته صدقة يعني. آخذ منه وأحط حق الأشياء هذه. قررت تصنع قبعات أكثر وتبعتهم لأكثر من مريض سرطان حول العالم مجانا. بعد نجاح التجربة قررت شيماء تكبر الفكرة، خاصة بعد ما شافت طفل عمره أشهر بيتعالج من السرطان. لأول مرة حست أنه وجعها وصبرها ما بيعادل شيء مقارنة بوجع هالطفل الصغير. هو حاطين له الكيمو، والكيمو شغال 6 أشهر وهو قاعد يلعب بالألعاب المعلقة بالسرير. كان أقول أنا لازم أسوي لهم شيء. أسست جمعية معتمدة عالمياً للتبرع بالخلايا الجذعية للأطفال. جمعية ضمت آلاف المتبرعين وكانت سبب بإنقاذ حياة عدد كبير منهم. حطيت في شوفوا هلأ عملية تأسيس الجمعية هي حصيلة هذه المبادرة. يعني بالنهاية أين قد تكون المبادرة الخيرية، لكن بالنهاية إحنا وجدنا أن هناك أوجدت آلية أو بروسيس حتى تستطيع أن تصل للعالم بنتائج هذا العمل الذي قامت به. فأرجو أن يكون عرضي كان يعني جيد لكم وشيق،
وأشكركم على حسن الاستماع، ونشكر إدارة المؤتمر على توفير هذه الفرصة للكلية الأسترالية للمشاركة في موضوع الابتكار الاجتماعي. شكرا. شكرا جزيلا دكتور سام تولو على هذه المحاضرة المتميزة والرائعة. والآن نبدأ المحاضرة الثالثة معنا من دولة الكويت، دكتورة مشعل ياقوت المؤسس والرئيس التنفيذي لإدارة مايكو الطبية. تفضلي يا دكتورة، معك 30 دقيقة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. حياكم الله على الإضافة فعلا، لأن أنا يمكن المشروع تبعي منبثق من نفس الكلام اللي أنت قلته، ما شاء الله راح يعجبك الكلام جدا، لأنه فعلا social innovation و sustainability وإن شاء الله بس in the health sector. الله يسلمكم، يعني فرصة طيبة ونتعرف عليكم إن شاء الله بعد المؤتمر بإذن الله. شكرا. الله يسلمك يا رب. أنا اسمي مشاعل ياقوت، مهندسة، اشتغلت يمكن 33 سنة في وزارة الأشغال، وبعدين تقاعدت لظروف يعني تخص والدتي الطبية، يعني حاولت، أمي مو قادرة تمشي بعد عمليات جراحية، ودخل علينا أشياء كثيرة بالموضوع. As a project manager أنا اشتغلت يعني في مستشفى الطب النفسي، كنت يعني أنا أشوف الإكويبمنت، أتعالج، يعني أعالج المواضيع عشان الناس اللي راح تدخل هالمستشفى تكون على قدر من الراحة. فغيرت وايد في هذا المستشفى بالكونسبت تبعه. طبعاً وزارة الأشغال ساعدوني كثير، يعني لأن هذا كان يعتبر نقلة نوعية في علاج الطب النفسي، فحطينا equipment that doesn't deal with people، يعني إن هذه التغييرات اللي صارت في مستشفى الطب النفسي كانت للشيء ممتاز جداً لهذه النوعية من الناس، إن ما في أي نوع من التواصل، آلات هي توصل الأكل الملابس للجناح وترجع مرة ثانية إلى المطابخ وهكذا يعني. فهذا أنا ما عندي نفس الروح للبحث بهذا المواضيع، كنت وايد أحب الأشياء. فبعد مرض أمي وهذا لما تقاعدت قلت حاولت أبحث أبحث أبحث، لقيت شركة في اليابان اسمها، طبعا هذه معلوماتي إذا أحد يبي ياخذ شوت سكرين، الشركة اسمها سايبردين، تتعامل هذا الجهاز الروبوت إذا الكل شايفه، هذا أول مرة اختراع واحد بالعالم ياخذ نبضات اللي تصير على الجلد لما الإنسان يبي يتحرك، تطلق الخلايا العصبية مثل نبضات بسيطة، ممكن هذا يلقطها ويوديها للدماغ، والدماغ يرد يقول يا عضلة أو يا رجل امشي. هو طبعا في حالة المريض اللي يكون جدا حالته سيئة ما يقدر يمشي، أو في حالات بعد الحوادث، العمليات الجراحية، عمليات بالظهر، الجلطات، الام اس دخل حديثا، الاي ال اس، هذا ما يقدر يمشي، فهو يوجه هذه شو اسمه الى الروبوت، الروبوت راح يمشي لانه هو الروبوت راح يمشي بارادته. بعدها الإنسان راح يتحرك شوي 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 مع مرور الوقت. تمام، هذا البروفيسور اللي اخترع الجهاز او الروبوت، هم يزعلون قلنا جهاز. طبعا الكلام هذا كان اول ما بدا الاختراع في 2000 و يعني 2013 اول ما بديت اسوي سيرش معاهم، قالوا لي ما راح نقدر نسوق الان لحد ما نسوي اختبارات عليه، وخلصوا الاختبارات سووها قرابة 6 سنوات في ألمانيا وخلص، والآن بدأوا التسويق. أول ما بدأوا التسويق على طول كلمتهم وخذينا الوكالة، وإن شاء الله حالياً إحنا طبعاً الحين صار لي من 2019، لكن فترة كورونا ما نقدر إحنا نتعامل مع هذا الجهاز لأنه راح يكون هناك a lot of contamination، يعني اتصال بين الناس، وهذا جداً صعب. يعني هذا الجهاز الروبوت في عندنا 3 أنواع، طبعاً راح يكون في العام القادم للأطفال، أيضاً الأطفال راح يكون لهم نصيب جداً من هالموضوع.
الروبوت الآلي اللي هو يخلي الإنسان يمشي للعمليات الجراحية بالمستشفيات راح يكون اسمه هال. أنا خلصنا كلمة مشاعر اللي أقود الحين قاعد أتكلم إحنا معها بالسيشن. بس أوكي بالنسبة حق الهال لومبار تايب هذا لكبار السن. هم اليابانيين البروفيسور لما اخترع هذا كان الغرض الأساسي عنده إنه يخلي اليابانيين كبار السن يمشون يعيشون حياتهم ما يحتاجون أي ممرضين معاهم، لأن أنت لكل إنسان عمره فوق 80 سنة أو فوق 90 سنة ما هو موجود باليابان قرابة 2 مليون إنسان فوق 90 سنة ما شاء الله يعني عمرهم طويلة، فهذا يعطيهم حرية التنقل حرية العيش وحرية independent again. فهذا هو القرض من هذا. وطبعا يعني كل الروبوتات ترى ما يعني إذا في علاج راح يكون ساعة في اليوم فقط، ساعة راح تسوي المعجزات بالنسبة للإنسان والجسم. الشيء الثاني روبوت جديد هذا تو نزلوه وتم اعتماده في الدول الأوروبية وفي اليابان طبعا وفي أمريكا، this is FDA approved. هذا إذا في إنسان عنده جلطات جلطة بالمخ اللي هو الجلطة السكتة الدماغية، أو مثلاً إذا سوى بالمفصل عمليات، هذا راح يخلي الإنسان يحرك إيده بطلاقة حتى ممكن بعد العملية ثاني يوم على طول الإيد راح تتحرك بسهولة، لأن نفس الشيء الأوامر راح تجي من المخ وراح تتحرك وهكذا. الحلو في هذا الجهاز صغير ممكن ينحط في جنطة صغيرة، فممكن يروح للناس الإمبيدد اللي بالبيت اللي عندهم نايمين على السراير يحركهم. الحلو أيضا الثاني إن هذا الإيد راح الإيد اليمين يشتغل للرجل اليسار وهكذا تبعا تمام. هذا FDA approved طبعا already دخل في أمريكا وحاليا بدأ ينتشر في أمريكا طبعا في المستشفيات أو في الأماكن الطبية. أوكي how does HAL works أوكي شلون يعني يشتغل الكونسبت ماله. إذا سمحتوا لي بس أعرض الفيديو. هذا بالنسبة أعتقد شفتوا الفيديو بالأخير تقريبا 2 شهر عشان الإنسان ممكن
العلاج الطبيعي راح يستغرق شهرين. أنا اللي شفت في مصحات الألمانية هالنوع من هذا العلاج بالنسبة للعلاج العادي الطبيعي اللي احنا متعارفين عليه يمكن يستغرق 6 أشهر وما راح يوصل حتى ربع الريزلت اللي طلعت هنا أو النتائج اللي شرحت عنا ثاني المسنين ممكن الممرضات يستخدمونه عشان يحافظ على ظهرهم في حال انه تشيل الممرضة مسنة أو مسن أو انه مثلا يكون عنده يبي يشيل أشياء ثقيلة ممكن حتى هذا يعطيه بوستنج حق الظهر حق اللومبار الفقرة 4-5 ممكن يشيل وزن 100 كيلو بدون ما يحس بأي ألم بتاتا وهذا فعلا شيء يعني ممكن يساعد الناس اللي يشتغلون بالأشياء الثقيلة اللي يشتغلون بالمصانع في مستشفيات الحين حاليا في جائحة كورونا كنت أتمنى أن هذا يدخل بالإنتنسيف كير وبعدين طبعا يعني قاعد أحاول على أساس أنه نوع من التشاريتي أنه تتلقف جمعيات النفع العام وتعطي لنا الحكومة تعبت صراحة يعني بالنسبة لنا بنشوف هذا الجزء الأخير اللي هو اللي شرحت عنه سينجل جوينت شلون واحد كان عنده جلطة فرضا شلون يعني أول شيء مو قادر يحرك إيده عقب كم سيشن 6 سيشن بدأ يحرك إيده بهالطريقة وهذا أنا قعدت مع ناس وايد مو قادرين يحركون إيدهم شوفوا يبي ينزل لكن ما يقدر السكتة الدماغية تمنع واحتمال يقعد مع هذا طول العمر لكن هذا وفر فعلا نقلة نوعية للناس للبشر طبعا اللي قاعد تشوفونه من الحين هذا السكتر موجود الحين حاليا في ماليزيا وبلشوا من 2019 وقاعدين يجنون ثمار قوية جدا أنا قاعد أشغل لكم اثنين مع بعض عشان نشوف الفرق من 6 جلسات فقط يعني بدأ الإنسان اللي عنده سكتة دماغية بجلطة والإيد انشلت بدأ يحرك إيده طبعاً إحنا نعرف أن هذا يعني ناس تعاني كثيراً من هالموضوع أوكي هذا أيضاً اللي شرحت لكم بالنسبة للي يشتغل للإيد ممكن يشتغل بعد العمليات الجراحية على طول parallel عقب العملية ممكن على طول يلبسه المصاب في رجله إذا عنده مفاصل يعني جديدة يركبونها داخل الركبة على طول يركبها وتسمح له أنه ممكن يركبها على طول يعني ممكن ريلة يثنيها بسهولة جدا في هذا الفيديو أبيكم تشوفونه هذا رجل قعد عمل حادث تقريبا من 2013 وولد صغير في ماليزيا بعدين فتحوا في ماليزيا 2019 فقرر أن ينتقل كان على ويلشير مو قادر يمشي طبعا فارالايز الفقرات 5-6 وهو هني راح يشرح حالته شوف شلون التطور اللي عنده خلال 6 أشهر 6 أشهر كده يرجع مرة ثانية يمشي طبعا مو مشي نهائي بس على الأقل
هذا الكيس طبعا يعني فميركل مستحيل يتحصل. طبعا هذا التقدم اللي قاعد نشوفه احنا طبعا يعني مو هبهزر، هذه نتيجة تفكير ناس كثير كمخترعين. انا كمبادرة حاولت اني انقل هذا الشيء الى الكويت، طبعا احنا اول ناس موجودين، موجود في السعودية لكن مو بصفة يعني مشهور كثير، يعني اللي حاليا هو في موجود في ألمانيا في أمريكا، بلشوا في ماليزيا اللي شفتوا الفيديوهات. وطبعا يعني أنا بلشت من 2019 بديت الماركتينج، خلصت الماركتينج، جت جائحة كورونا طبعا يعني مسكت الجزء اللي I'm a good fighter، إن أنا أثناء حتى كورونا كنت أخذ مواعيد مستشفيات الكلينكس، المستشفيات الحكومية، المستشفيات الخاصة كلها طبعا ما كانت تستقبل، مع أن عندهم تقبل جدا كبير لهذا النوع من الروبوت. جمعيات النفع العام يعني مستعدة للتبرع، بس إحنا ننطر أن كورونا تطلع وبعدين راح ندخل في المستوصفات الدولة، يعني جمعية تتبرع كل واحد يأس. وهذا فكرتي أني أنا حطيت مثل يعني نقطة جديدة أن الجمعيات تدخل كخدماتية صحية، مدام هي المجتمع هذه خدمة مجتمعية as sustainability، شيء مبادرة. والمفروض أن يعني للأمانة كل جمعيات التعاونية تتبرع في جزء من أرباحها لخدمة أهلها اللي بالمنطقة، لأن فعلا هناك كثير ناس تعاني من هالموضوع. طبعا في كمسرعات أعمال أنا أتمنى أن يعني أني أروح لقطر على أساس أتوسع، وهذه السياسة طبعا إحنا مناقشينها مع our partners in the Japanese people and they are willing، خاصة أن الأولمبيكس في الإمارات جاية، إكسبو جاي في الإمارات، وطبعا قطر عندها طبعا الليج راح يصير 2022 World World Cup، فهذا طبعا is my aim يعني ان انا اروح هناك. This robots will really enhance sustainability for the world. احنا طبعا راح هني اذا اخذنا هالروبوتات وحسنا الناس يعني، او ان صحة الناس نخليهم يمشون، خليهم يعيشون حياتهم، ما رح نحتاج لمرافقين في المنزل، الإنسان رح يعيش حياته، لما الحركة رح تقل الأدوية، كل شيء رح يصير زين. هذه رح تعتبر three pillars اللي طبعاً الحكومة حطتها كخطة منهجية على 2035، إن خدمة مجتمعية وايضا النهضه الصحيه وايضا السوشيال يقتصر على شيئين، ان نقلل العماله الهامشيه ونقلل الضغط على الصحه من العماله الهامشيه، في نفس الوقت نقلل العماله داخل البيوت او الممرضات داخل البيوت، يكون الممرضات لهم مكانهم في الهوسبيتالز، في نفس الوقت الهوسبيتالز راح نحسن من البيئة مالت الممرضات أو الهوسبيتال، إن يعني نحافظ عليهم كإنسان، يعني الظهر ما رح يتعور لأنهم يخافون يشيلون الناس. وهذا اللي كنت أحاول إن أنا أقدمه لكم، إن شاء الله يعني أكون خدمتكم بهالموضوع. إذا في أي أسئلة أكون شاكرة. شكرا جزيلا دكتورة مشاعر الياقوت على هذه المحاضرة الهامة والمتميزة. الله يخليكم، شكرا. إذا في أي أسئلة، وأعتقد دكتور سام أنا فعلا يعني كملت عليك، يعني اللي أنت الهدف اللي حطيته أنا حطيته يعني أوجدته، يعني إن شاء الله يا رب يكون عاجبك الموضوع. شكرا. شكرا دكتور. مع السلامة. والآن نبدأ المحاضرة الرابعة. معنا من دولة الإمارات مهندس وليد يحيى الحامدي، مدير برامج الابتكار ومؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء الأكاديمي المتميز. اتفضل يا باشمهندس، معاك 30 دقيقة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وليد يحيى الحامدي، مهندس في مختبرات فابلاب الإمارات التابعة لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليم المتميز. إن شاء الله خلال اليوم راح نعرفكم بأهم الخدمات وأهم البرامج اللي يقدمها هذا المختبر، وشو هو قصة إنشاء مختبرات فابلاب الإمارات، وشو قصة مختبرات الفابلاب اللي موجودة حول العالم بشكل عام. حياكم الله يا باشمهندس، شكرا على الإضافة. نعم، يا هلا مرحبا. طيب أولا قبل ما نبتدي، شو هو الفابلاب ومنين أتت كلمة الفابلاب؟ الفابلاب هي جاية من اللغة الإنجليزية اللي هو Fabrication Laboratory أو مختبرات التصنيع. مختبرات التصنيع هذه الهدف منها تم إنشائها مثل ما نقول لتوفير مساحة ملائمة للمبتكرين والمبدعين والهواة لتحويل مشاريعهم إلى مثل ما نقول أو أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع من خلال توفير الآلات والتسهيلات اللازمة لصناعة هذه المشاريع. بالإضافة أن مثل ما نقول أن هذه المختبرات صارت مثل مراكز مجتمعية، بحيث أن هذه الهواة والمبتكرين أنهم يلتقون ويتبادلون المعارف والخبرات فيما بينهم. طبعا المختبر هذا كفكرة بدأ أول شيء في جامعة MIT من في أمريكا، بدأها دكتور نيل جيرشنفيلد. هو كان عبارة عن مختبر لطلاب الهندسة بحيث أنهم يقدرون ينفذون مشاريعهم الخاصة بمتطلباتهم الجامعية، بس لاحظوا أنها في إقبال أيضا من قبل التخصصات الأخرى، ومن هذه الفكرة يعني شافوا أن ممكن أنهم يفتحون لباقي التخصصات وبعد يفتحون للناس اللي موجودين في نفس المنطقة. فلاحظوا أن في إقبال كبير يعني من الناس اللي موجودين، ومن هذا النبدأ يعني بدأوا ينشرون المختبرات في أمريكا وفي العالم أجمع. حاليا تقريبا في أكثر من 100 مختبر في أمريكا، وفي أكثر من 1700، والحين وصل تقريبا إلى 2000 مختبر حول العالم. طبعا مختبر فابلاب الإمارات يعتبر الأول من نوعه في الإمارات، وتم إنشاءه من قبل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في عام الابتكار سنة 2015. طيب شو الهدف أو شو هي الخدمات اللي يوفرها هذا المختبر؟ طبعا المختبر يوفر خدمات اللي هو أو الآلات التصنيع الرقمي. الهدف من الآلات هذه إن الأشخاص اللي عندهم أفكار ابتكارية يقدرون يصممون مجسماتهم الابتكارية والدوائر الإلكترونية أو الدوائر للتحكم باستخدام الحاسوب، ومن ثم يرفعونها للآلات ويصنعونها من خلال هذه الآلات. فأول مرحلة من مراحل التصنيع أو بما تسمى التصنيع الرقمي اللي هو التصنيع باستخدام الحاسوب أو الكاد، ومن ثم التصنيع من خلال الحاسوب أو الكام. طبعا عندنا أكثر مثال يعني معروف اللي هو طباعة ثلاثية الأبعاد. أتوقع أن الأغلب أو الكل يعرف عن التقنية هذه. الطباعة ثلاثية الأبعاد كيف إن الشخص ممكن يستخدمها؟ أول شيء إنه لازم يستخدم برنامج من البرامج اللي متوفرة في الحاسوب لتصنيع ثلاثية الأبعاد. فعنده خيارات متعددة، سواء يستخدم اللي هو Fusion 360 أو برنامج SolidWorks. فبعد ما يصمم المجسم أو الهيكل ثلاثية الأبعاد ممكن يرفعها للآلة، والآلة تبدأ عملية التصنيع وتطلع لك اللي هو المجسم ثلاثي الأبعاد مثل ما هو واضح في الصورة. ونفس الطريقة عندنا مثلا آلات خاصة بالنجارة الرقمية. فبدل ما أن الشخص يستخدم الطريقة التقليدية أن يأخذ المنشار ويبدأ يقص ويبدأ الجهد كبير ووقت كبير عشان مثلا يطلع في النهاية بأثاث معين، ممكن أن يصمم هذا الأثاث باستخدام البرامج هذه الخاصة بتقنية التصنيع الرقمي، ومن ثم يحولها للآلة، آلة CNC router أو آلة النجارة الرقمية. وفي النهاية الآلة تقص لك هذه الألواح، والشخص ممكن يجمعها وما راح تأخذ منه يعني هذاك الجهد، ممكن أنه يطلع بالأثاث اللي يبي يعني يستخدمه. نفس الشيء بالنسبة للدوائر التحكم والقطع الإلكترونية بنفس الطريقة. الشخص ممكن يستخدم برامج التصميم اللي هو الإلكترونية، سواء كانت عبارة عن برنامج إيجل أو أي برنامج آخر، ومن ثم يرفعها على آلة المونوفاب اللي هي خاصة بتصنيع الدوائر الإلكترونية وحفر المسارات الكهربائية في قطعة التحكم، ومن ثم يطلع معاه اللي هو وحدة التحكم الإلكترونية.
فباستخدام هذه التسهيلات وباستخدام هذه التقنيات ممكن الشخص يحول أي فكرة إلى مشروع على أرض الواقع. طيب شو هي مسارات فاب لاب الإمارات؟ الفاب الإمارات تشمل على ثلاث مسارات رئيسية. أولاً المختبر الفاب لاب الرئيسي اللي هو متواجد في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار. عندنا مختبر كبير جداً يحتوي على أكثر من 5 قاعات، كل قاعة يعني خاصة في مجال من مجالات التصنيع الرقمي. فمثلاً عندنا قاعة للإلكترونيات ومزودة في كل الأجهزة الخاصة بالإلكترونيات، عندنا قاعة خاصة بالنجارة الرقمية، عندنا قاعة خاصة بالتكستايل والفابريك، وعندنا قاعة خاصة باللي هو الفاب كيدز أو الورشة التدريبية الخاصة للأطفال. بالإضافة عندنا فاب لاب في مدرسة من المدارس اللي موجودة في الإمارات اللي هي مدرسة عمر بن الخطاب. لأن لاحظنا عندنا في المختبر الفاب لاب الرئيسي يعني في توافد كبير جدا من قبل الطلبة، فحبينا أن نحن نوصل للطلبة من خلال فتح المختبر الفاب لاب في أحد المدارس، وفتحنا في هذه المدرسة وإن شاء الله ناويين أن نوسع هذه الفكرة في أكثر من مدرسة يعني في الإمارات. بالإضافة عندنا مختبرات الفاب لاب المتنقلة، عندنا مركبة مزودة بكل الأجهزة التصنيع الرقمي اللي موجودة في المختبر الرئيسي. ففي حالة أن في جهة حابة أنها تستفيد من الخدمات اللي نحن نقدمها ممكن أن نحن نوصل لهم بكل سهولة، ونقدر أن نقدم نفس الخدمات تقريبا اللي نقدمها عندنا في المختبر. تقريبا هاي الثلاث مسارات الرئيسية. طيب شو هالبرامج والخدمات اللي نقدمها عندنا في المختبر في مختبر فاب لاب الإمارات؟ مثل ما قلت في المختبر هذا نحن نوفر الآلات والتقنيات إن أي شخص عنده أي فكرة يقدر إنه يحولها مثل ما قلت على مشروع على أرض الواقع، من ضمن هذه الآلات اللي هي CNC milling اللي من خلالها ممكن الشخص يكون أو يصنع الدوائر الإلكترونية الخاصة فيه. عندنا أجهزة خاصة ببرمجة وحدات التحكم، عندنا آلات القطع بالليزر أو الليزر كاتينج واللي هي مخصصة لتصنيع الهياكل الخارجية للمشاريع الابتكارية، بالإضافة اللي هو الفينيل كاتينج أو الآلة القص الملصقات، وتستخدم غالبا في الأغراض التجميلية للمشاريع الابتكارية وقص اللوجو وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أكيد الأدوات اليدوية، يعني في النهاية نحن مهما استخدمنا من تقنيات حديثة ما راح نستغني عن الأدوات اليدوية. أيضا التقنية المولدينج والكاستينج، بالإضافة إلى الروبوتكس. نحن نقصد بالروبوتكس إن نحن نوفر الأدوات اللازمة الخاصة بصناعة مثل ما نقول الروبوت. فممكن إن الشخص يصنع الهيكل الخارجي مثلا لليد الذراعية أو اليد الروبوتية باستخدام تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، وأيضا باستخدام اللي هو CNC milling technique. بالإضافة عندنا وحدات لحام وستيشنز مختلفة من خلالها ممكن إن الشخص يجمع القطع الإلكترونية في وحدة التحكم. وأكيد يعني ما نستغني عن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي تقريبا تستخدم يعني أكثر الآلات المستخدمة عندنا في المختبر، بالإضافة إلى آلات الليزر كاتينج أو آلات القطع بالليزر. فآلات الطباعة ثلاثية الأبعاد تستخدم غالبا في صناعة أو طباعة الأجزاء الميكانيكية الخاصة بالمشاريع الابتكارية بشكل كبير. بس اللي يعيب هذه التقنية أنها تأخذ وقت كبير، فيعني مجسم في حجم تقريبا 30 سنتي مكعب ممكن يأخذ بالراحة يومين إلى أو يوم إلى يومين للطباعة. فعيب هذه التقنية أنها تأخذ وقت كبير، ونحن ننصح أغلب الرواد أنهم يستخدمون التقنيات الأخرى. وعندنا أيضا اللي هو آلات الخياطة الرقمية، من خلالها الشخص ممكن أنه يصمم أي شكل وبعدين يرفعه على الآلة، والآلة راح تفرز الشكل مراد تشكيله باستخدام هذه التقنية. طبعا شو الهدف من توفير كل هاي التسهيلات وتوفير هذه الأجهزة؟ أن الشخص يقدر يحول أي فكرة في باله إلى نموذج أولي. نحن ما بنقول إنه ممكن يصنع برودكت نهائي أو منتج نهائي، لا، ممكن يصنع نموذج أولي يقدر يختبره، يقدر يشوف الجوانب السلبية واللي فيه، وممكن إنه يطور عليه، وفي النهاية ممكن إنه يوديه مثلاً للصين، والصين إنه يسوي له الفاينل برودكت. فالفكرة متواجدة للآلات إنه تمكن الشخص إنه مثل ما نقول إنه يسوي البروتوتايبينج الخاصة بالفكرة مالته. طيب
بالإضافة إلى توفير الأجهزة هذه والآلات اللي موجودة عندنا أيضاً اللي هو training camps أو المخيمات التدريبية. طبعاً المخيمات التدريبية نوفرها في الإجازات الخاصة بالطلبة، وغالباً تمتد من أسبوع إلى أسبوعين وتكون مكثفة، يعني ورش تدريبية مكثفة، ونحن مقسمينها لثلاث مراحل سنية. المرحلة الأولى من 8 إلى 11 سنة، والمرحلة الثانية اللي هي 12 إلى 15، والمرحلة الثالثة 16 وفوق. طبعاً نحن محتوى المخيمات هذه يعني مقسمينها على حسب الفئة المستهدفة، وأيضاً مراعين يعني المادة العلمية بحيث أنها تكون بسيطة للفئة المستهدفة الصغرى. فمثلاً 8 إلى 11 سنة نحاول أنهم نبسط لهم المادة العلمية مقارنة باللي أعمارهم 16 وفوق. طيب شو اللي يفرق المخيمات التدريبية عن الخدمات الأخرى؟ المخيمات التدريبية دائما يكون مبني على مشروع معين. فمثلا في أحد المخيمات نحن سوينا آلة الحفر الرقمية، فالطلبة خلال هذا المخيم هذا أو خلال الأسبوعين هذين يتعلمون كل المهارات اللازمة لصناعة الآلة هذه، وفي النهاية لازم يطلعون بالآلة. فمثلا يتعلمون مهارات تصميم الهيكل الخارجي للآلة الحفر الرقمية، يتعلمون مهارات تصنيع الدوائر الإلكترونية للآلة هذه، يتعلمون مهارة البرمجة، وأيضا اللي هو التيم وورك وما إلى ذلك. يعني تطور عندهم اللي هو السوفت سكيلز بحيث أنهم يقدرون يتعاونون فيما بينهم بحيث أنهم يطلعون في النهاية بمشروع نهائي. فدائما المخيمات هذه تكون مبنية على مشاريع محددة يتم تعلم مهارات اللازمة لصنع هذه المشاريع. بالإضافة للخدمات، بالإضافة لهذه الخدمات نحن نوفر اللي هو دعم المشاريع الابتكارية من خلال توفير المواد اللازمة لصناعة المشاريع الابتكارية، وأيضا نوفر للمستخدمين سهولة استخدام الآلات اللي متواجدة عندنا. وكل الخدمات لهذه اللحظة هي خدمات مجانية ومدعومة من قبل مؤسسة حمزان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. بس قبل ما الناس يجون عندنا ويستخدمون الآلات المتوفرة ضروري إنهم يدخلون أو يلتحقون بورش تدريبية في السيتي وفعالية استخدام هذه الآلات بحيث إنهم يكونون قادرين أو مؤهلين لاستخدام الآلات المتوفرة عندنا في المختبر. طبعا هذا مثال من الأمثلة للمشاريع اللي تم تنفيذها مع الكوميونتي اللي موجودة عندنا. فمثلا صنعنا تقريبا أكبر طابعة موجودة عندنا في الإمارات، طابعة 30 الأبعاد، تم صناعتها بالكامل عندنا في المختبر. فهذه الطابعة هي يعني تطبع على مساحة تقريبا متر مكعب، تم صناعة الهيكل الخارجي من ألواح الألمنيوم، بالإضافة أن تم تصميم كل الدوائر الإلكترونية وتصنيعها باستخدام الآلات اللي موجودة عندنا في المختبر، وتم برمجتها بحيث أنها تعمل بكفاءة عالية. طبعاً نحن صنعناها لأن أغلب الطابعات اللي عندنا مساحاتها ضيقة، يعني ما توصل 30 سنتيمتر مكعب، فنحن احتجنا أن نصنع أو أن احتجنا آلة تكون أكبر حجماً للمشاريع الكبيرة. فمن هذه الناحية صنعنا آلة باستخدام الآلات اللي موجودة عندنا. وعندنا أيضاً هذا الدرون أو قاب ذاتي التحكم، هذه عبارة عن فكرة لطفلة ونحن نفذناها عندنا في المختبر، وتم تصنيع وتصميمها بالكامل عندنا. طبعاً تم تصنيع الهيكل الخارجي باستخدام اللي هو الشبوت أو استخدام آلة النجارة الرقمية، وعملنا لها مثل ما نقول اللي هو الكوتينج بحيث انه يكون فيه لها عزل مائي. هنا عندنا بعض الرواد عندنا حصلوا على جوائز مختلفة لمشاركتهم في المسابقات في الإمارات عندنا. طبعا مثل ما قلت ان بالإضافة للخدمات اللي عندنا، نحن عندنا خدمتين يعني غير الخدمات اللي أنا ذكرتها اللي هي الفاب لاب فيزيت والوركشوب أو الورش التدريبية والزيارات. طبعا نحن نقدم ورش تدريبية تكون مدة زمنية لها من ساعة ونص إلى ساعتين، نزود فيها الرواد والمهتمين بمهارات التصنيع الرقمي الأساسية.
سواء كان استخدام الآلات اللي متواجدة عندنا في المختبر مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، آلات الليزر وما إلى ذلك، أو إن استخدام البرامج اللي تدعم هذه الآلات. هذه بالنسبة للورش التدريبية. أيضا عندنا مثل ما قلت اللي هو الفاب لاب المتنقل، فنحن عندنا ورش، عندنا زيارات للجهات الخارجية، ففي حالة في أحد حاب يستفيد من خدماتنا ممكن نحن نوصل له. والمكتبة مثل ما قلت إنه ممكن إن نحمل فيها الأجهزة عند اللي موجودة عندنا في المختبر، ممكن الناس يستفيدون أو الجهة هذه تستفيد من الخدمات اللي نقدمها بكل سهولة. طبعاً هذا مثال من الأمثلة للزيارات أو الورش التدريبية اللي قدمناها. طبعاً كل البرودكت اللي تصير أو المنتوجات اللي ننفذها تم تصنيعها بالكامل باستخدام الآلات اللي موجودة عندنا. طبعاً على اليسار مثل ما هو واضح السنار تم مقصة باستخدام آلة الليزر. فأغلب ورشنا هي ورش عملية، وهنا يظهر لك اللي هو استخدام آلة الخياطة الرقمية وكيفية دمج الإلكترونيات بالفابريك نفسه. فأنت لو تلاحظ هنا أذون القطع فيها LED، فيها قطع إلكترونية. ممكن إنك أنت يعني نحن باستخدام هذه الآلات نقدر نستخدم خيوط موصلة بالكهرباء، فنقدر إن نستخدم قطع إلكترونية في القماش والفابريك نفسه. طبعا هذه ورش تدريبية يعني أخرى مثل ما أنتم شايفين. فهني مثلا عندنا كيفية اللي هو صناعة الساعات الرقمية، فالطلبة يتعلمون كيفية تصميم هذه الساعات، كيفية تصنيع الهيكل الخارجي للساعة، وكيفية في النهاية برمجتها. هني مثلا عندنا بعض الورش لاستخدام آلة الليزر كتر. فمثلا عندنا مكتبة صغيرة هني مثل ما هو واضح عندنا في الصورة للطلبة المتواجدين. هنا عندنا بعض المنتوجات اللي تم تصنيعها أيضا بآلة الليزر. وهذه بعد بعض الورش لزيارات المختبر المتنقل لجهات مختلفة في الدولة. فمثلا مثل ما هو واضح عندنا في الصورة جهة اليسار عندنا مثلا اللي هو حصالة تم صناعتها عندنا في المختبر بالكامل، وفي النهاية نحن خذيناها للمدرسة بحيث أن أول شيء نوعي الطلاب بأهمية الادخار، وكان مثل نشاط يعني عملي للطلبة أنهم يركبون الحصالة هذه ويلونونها في النهاية. وهنا عندنا بعض الصور أخرى لورش تدريبية ومنتوجات مختلفة. طيب مثل ما أنا ذكرت مسبقا أن في حال العالم نحن يعني نحن مش الوحيدين اللي موجودين في العالم هذا، في أكثر من 2000 مختبر، أتوقع حتى الكويت فيها أكثر من مختبر فاب لاب. فهذا شيء سهل نوع من أنواع التعاون بين هذه المختبرات بحيث أنهم ينظمون مثل ما نقول فعاليات أو برامج مشتركة من ضمن هذا البرامج اللي هو الدبلوم فاب أكاديمي. شو هو الدبلوم فاب أكاديمي؟ هو عبارة عن دبلوم لمدة 6 شهور، دبلوم مكثف. خلال هذه الستة شهور الطالب أو الشخص الملتحق لهذا الدبلوم ممكن أن يتعلم كل هذه المهارات أو مهارات التصنيع الرقمي بالكامل، بحيث أنه في النهاية يقدر يكون شخص مثل ما نقول مؤهل أنه يصنع أي شيء تقريبا. هو من أصلا اسم الكورس من أصلا How to make almost anything. فالفكرة منها أن يزودون الأشخاص بكل مهارات التصنيع الرقمي بحيث أنهم يقدرون يطبقون أي فكرة في بالهم، ويقدرون أنهم يشرفون على أشخاص عندهم أفكار ومش قادرين أنهم ينفذونها، هم يقدرون يشرفون عليهم بحيث أنهم يقدرون يوجهونهم بحيث أنهم يصنعون مشاريعهم. طبعا مثل ما قلت الدبلوم هذا فيه لأكثر من مسار. أولا فيه له اللي هو الكلاسس أو الحصص، تكون الحصص هذه مدتها 3 ساعات بشكل أسبوعي، ضروري الشخص أن يحضرها، واللي يقدمها هو دكتور نيل بنفسه من جامعة MIT. ومن ثم بعد ما الشخص يحضر الحصص أو المحاضرات النظرية هذه لازم يكون الشخص الحابب يلتحق لهذا الدبلوم المتواجد لمدة 20 ساعة أسبوعيا يطبق الأشياء اللي تعلمها في المختبر عندنا. طبعا في كل اسبوع من الاسابيع هذه يتم طرح موضوع
في مهارة من مهارات التصنيع الرقمي، وبعدين الشخص لازم إنه يطبقها عندنا في المختبر. فبعد الستة شهور هذه يكون الشخص تعلم مهارات مختلفة، ولازم إن هذه المهارات يجمعها ويطبقها في مشروع ابتكاري يتم تقييمه بناء على هذا المشروع. طبعا مثل ما واضح عندنا الصورة توضح لك الكوميونتي اللي موجودة في الدبلوم هذا، وهني واضح مثل ما هو واضح اللي هو الدكتور نيل يقدم إحدى محاضرات الدبلوم الفاب أكاديمي. طبعا التحق في السنة اللي فاتت في 2020 في هذا الدبلوم أكثر من 250 طالب حول العالم في أكثر من 136 مختبر. طبعا السنة اللي فاتت مدة البرنامج كان 5 شهور بسبب الجائحة اللي حصلت، وبمعدل اللي هو 18 assignment، وفي النهاية مثل ما قلت الطالب لازم يطلع بمشروع تخرج. طيب شو هي الأسابيع اللي الطالب يأخذها في هذا الدبلوم؟ مثل ما قلت الأسابيع أو المهارات اللي يتعلمها هي مهارات التصنيع الرقمي. ففي البداية الطالب يتعلم عن مهارة اللي هو في البداية لازم أول شيء يكون عنده خطة، فلازم يرسم اللي هو المشروع الابتكاري الخاص فيه، ولازم يحط التايم لاين لمدة عمل هذا المشروع الابتكاري. وبعدين يتعلم على الكمبيوتر ايدي ديزاين أو التصنيع باستخدام الكمبيوتر، وبعدين يكون فيه سبعة عن الكمبيوتر كنترول كاتينج أو القص باستخدام الكمبيوتر باستخدام آلات الليزر وباستخدام آلات الشبط. وبعدين عندنا اللي هو الإلكترونيك برودكشن 3D scanning and printing، بعدين electronic design كيفية تصميم الدوائر التحكم الإلكترونية، وبعدين كيفية استخدام الآلات الموجودة مختبر كبيرة مثل الآلات الشبوت وآلات CNC machine. بعدين الطالب يتعلم عن embedded programming كيف إنه ممكن يبرمج وحدات التحكم هذه، ويتعلم أيضا عن مهارة molding and casting، الـ Input Device، الـ Output، الـ Application and Implication. طبعاً المهارات مختلفة مثل ما هو واضح عندنا. طبعاً في النهاية الشخص لما يتعلم هذه المهارات طبعاً صعب إنه يتعلم كل جوانب هذه المواضيع. طبعاً يتم تدريبه على جانب معين، والطالب على حسب مشروعه لازم يتعمق بنفسه، فهو مثل ما نقول اللي هو ذاتي التعلم، فالطالب بنفسه لازم يبحث ولازم يتعلم في الجانب اللي هو مهتم فيه. مثلا هنا عندنا اسبوع من الاسابيع اللي هو كمبيوتر ايدد ديزاين. خلال هذا الاسبوع الطالب يتعلم باستخدام برامج تصميم مختلفه، يقدر من خلالها يصمم مشروعه الابتكاري. فمثلا مثل ما هو واضح عندنا هذه اسايمنتات لطلاب كانوا ملتحقين عندنا في فاب لاب الامارات، وهذه أسايمنتات لمشاريعهم التخرج صمموها في الأسبوع الأول من هذا الدبلوم. فهذا مثلا يوضح لك مثال عن من الأسبوع الأول من دبلوم فاب أكاديمي. وهنا عندنا مثال ثاني للدبلوم هذا. خلال هذا الدبلوم الطالب يتعلم عن استخدام آلة الليزر كتر، ففي البداية يسوي له مثل قطع الليجو بحيث انه يقدر يركبها في بعض، ويعرف كيفية يعني يتعلم عن المقاسات والقياسات الخاصة بقص القطع الليجو، بحيث انه يكون متمكن في النهاية يقدر يصمم اي شيء يقصه بالليزر. فمثلا عندنا اشياء بسيطة تم تصنيعها في خلال هذا الاسبوع. طبعا في البداية الشخص لازم يسوي اشياء بسيطة عشان يكون متمكن من التقنية نفسها، وبعدين ممكن يسوي اشياء معقدة بناء على مشروع التخرج الخاص فيه. هني اللي هو Electronic Production الطالب لازم يقص الوحدة التحكم الخاصة فيه، فيتعلم كيفية قصها باستخدام آلة CNC أو الآلة المونوفاب اللي موجودة الخاصة بقص الوحدات التحكم الإلكترونية مثل ما هو واضح في الصورة عندنا. وبعدين اختيار القطع الإلكترونية اللي هي من النوع SMD المايكرو، وهذه نفس القطع الإلكترونية اللي تلاقونها موجودة في التليفونات عندنا. وبعدين يتعلم عن كيفية اللحام القطع الإلكترونية هذه ويركبها على الوحدات التحكم الموجودة مثل ما هو واضح عندنا في الصورة. وهذا أسبوع آخر من الأسابيع اللي موجودة الخاصة بالفاب أكاديمي. هنا مثلا يتعلم كيفية الطباعة باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد.
وكيفية استخدام اللي هو السكانينج أو الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد. وهذا أسبوع ثاني إلكترونيك ديزاين وأيضا تصميم الدوائر التحكم الإلكترونية. فكيفية اختيار القطع الإلكترونية مراد استخدامها وكيفية حساب اللي هو البولاريتيز لكل قطعة إلكترونية. هنا نفس الشيء إلكترونيك ديزاين باستخدام برنامج الإيجل مثل ما هو واضح. طبعا هذه الوحدة التحكم هي أكثر تعقيدا. الشخص يقدر بعد ما يخلص هذا الأسبوع يصير مؤهل إنه يقدر ينتج مثل هذه الوحدات التحكم اللي شايفينها نحن. فهذا مثل ما نقول برنامج آخر في تصميم الوحدات التحكم باستخدام الكودينج أو البرمجة في تصنيع الوحدات التحكم. هذا البرنامج اسمه الكوكو بيلي. وهني اللي هو برمجة بعد ما الطلبة يصنعون وحدات التحكم الخاصة فيهم يتعلمون كيفية برمجتها. هني مثلا يستخدمون احدى لغات البرمجة اللي هي سي بروجرامينج مثل ما هو واضح عندنا في الصورة. طبعا الكورس يعني ما شاء الله الكورس مطول. هني يتعلمون عن النجارة الرقمية وكيفية التصميم اولا باستخدام البرامج اللي موجودة، كيفية عمل النموذج الاولي باستخدام آلة الليزر كتر، وفي النهاية كيفية قص اللي هو قطعة الأساس الخاصة فيهم. وهذا أسبوع آخر للمولدينج أند كاستينج مثل ما هو واضح عندنا. فيتعلمون كيفية تصميم القوالب الصب، وفي النهاية يطلع عندهم المنتج المراد يعني تصنيعه. فهني الطالب مسوي لنا شمعة على شكل شعر باتمان. هني اللي هو العملية المولدينج والكاستينج نفسها مثل ما انتم شايفين. طبعا بعدين الانبوت ديفايسز. طبعا مثل ما انتم تلاحظون الكورس هذا يباله يعني نفس طويل، والشغل العملي اللي فيه اكثر من النظري. فلهذا الغرض يعني الشخص لازم يكون عندنا متواجد لمدة ما لا تقل عن 20 ساعة اسبوعيا. بس صراحة الشخص يطلع من هذا الست شهور يعني يطلع بفائدة كبيرة والمهارات يعني مرة متنوعة. هني عندنا الـ Output Device وكيف إن الشخص ممكن يتحكم بالمحركات وأي يعني Devices كـ Output أو المخرجات. هني الـ Composite أو هذه تقنية من التقنيات تستخدم في صناعة الهياكل الخارجية. فمثلا عندنا طالب كان مشروع عبارة عن سكيت، فاستخدم التقنية هذه الكومبوزيت في صناعة السكيت الخاص فيه. في البداية مثل ما هو واضح أولا يصمم القطع اللي يقصها أو السكيت ماله، وبعدين ياب الألواح الخشبية المختلفة، وفي النهاية دمجها ويا بعض واستخدم مادة الرزن بحيث أنها تثبت ويا بعض، وفي النهاية لصقها أو ثبتها وصار عنده هذا السكيت بورد مثل ما هو واضح عندنا في الصورة. عندنا أيضا اللي هو مثل ما نقول الأسبوع الخياطة الرقمية. هني يوضح لكم السيادة سواها بالخياطة الرقمية. طبعا الأسابيع ما شاء الله مختلفة ومتنوعة يعني بخصوص اللي هو الدبلوم الفاب أكاديمي. هني يتعلمون عن النتوركينج والكوميونيكيشن، كيفية إن تستخدم الوحدات تحكم مختلفة وكيفية إنك تتواصل فيما بينها. أيضا الابليكيشن بروجرامينج، كيفية تصميم التطبيقات والتحكم بالوحدات التحكم الموجودة في المشاريع الابتكارية. ماشين أند ميكانيكال ديزاين، كيفية صناعة الآلات يعني مثل ما قلت نحن في المختبر صنعنا طابعة ثلاثية الأبعاد. الطلبة يصيرون مؤهلين هم يصنعون أي آلة تقريبا باستخدام الآلات اللي موجودة عندنا في المختبر. فمثلا هذه آلة فيها محورين رئيسيين اللي هي أتوقع 2D بلوتر أو آلة إنها تكتب ذاتية الكتابة. طبعا يراويك هني اللي هو التيم وورك بين الطلبة اللي موجودين. في بعض الأسايمنتات لازم يسووها كفريق، فيراويك إن الطلبة لازم مثل ما نقول يكون عندهم نوع من المهارات التيم وورك أو العمل ضمن الفريق.
هذه بعض المشاريع اللي صارت عندنا في أول سنة من سنوات الدبلوم الفاب أكاديمي. هذه مشاريع مختلفة. أولاً هذا السكيت اللي في الصحراء اللي شفتوه. عندنا الفاب روفر تم تصنيعه بالكامل خلال الدبلوم من أحد قبل أحد رواد المختبر. عندنا اللي هو سماها هني والله ناسي اسمها، بس هي عبارة سمسمية أتوقع سماها، عبارة عن مثل الجيتار بس ما يستخدم الأوتار، يستخدم اللي هو أشعة الليزر، وتم تصنيعه بالكامل عندنا في المختبر. وهذه بعد بعض المشاريع الأخرى اللي تم تنفيذها في السنة اللي بعدها. وهذا مشروع ثاني للتعرف على المشاعر، وهذا عبارة عن فاب فلاي، عبارة عن طائرة تم تصميمها وتصنيعها بالكامل عندنا في المختبر خلال هذا الدبلوم. إعادة تدوير البلاستيك تم تصنيعها أيضا، آلة إعادة تدوير البلاستيك مثل ما نحن نشوف، تم استخدام اللي هو مختلف التقنيات سواء كان عبارة عن طباعة ثلاثية الأبعاد، آلة السي إن سي وما إلى ذلك. وهذه آلة أخرى اللي هي آلة أيوة نعم، هذه كانت بدلة خاصة في الغوص، فسوى اشتاك معنا واحد يعني شخص يهوى الغوص، فقال إن أبغى أصمم آلة في حالة إن الغواص تعب وصارت له أزمة وهو في وسط البحر، البدلة هذه ممكن أنها تشعر إن في خطر على الغواص، ممكن أنها تطلع لسطح البحر بشكل أوتوماتيكي. وأتوقع هذا بشكل عام، يعني ما بطول عليكم أكثر، ويعطيكم ألف عافية. إن شاء الله ما أكون يعني طولت عليكم، وهذه نبدأ بسيطة يعني عن الفابلاب. شكرا جزيلا مهندس وليد يحيى الحامدي على هذه المحاضرة الهامة. هذا وفي نهاية اليوم الثالث ونهاية فعاليات الورش الموازية للمؤتمر الافتراضي الخليجي الثاني لدعم منظومة الابتكار والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، إذ نتوجه بخالص الشكر والاحترام والتقدير للسادة المحاضرين والسادة المنظمين لهذه الفعاليات والسادة الحضور والمعرقين على الشات على مدار الثلاثة أيام، ونتمنى للجميع مزيد من التوفيق والنجاح والرقي. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.